موضوعنا النهارده ليمبيك سيستم، والليمبيك سيستم عباره عن نيورال سيستم ريسبونسبل فور ايموشن ليرنينج اند ميموري. زي ما في عندي سنسوري سيستم وعندي موتور سيستم، في عندي انذر سيستم فيه او ريسبونسبل فور ايموشن ليرنينج اند ميموري. كل مجموعه الاستراكشرز اوف دي سيستم ار تيرمد ليمبيك سيستم، والليمبيك ده يشمل مجموعه من الكورتيكال اند سب كورتيكال ستراكشرز، وبالتالي فيه كورتيكال كومبوننت اند سب كورتيكال كومبوننت. سموه لي ليمبيك سيستم لان وجدوا ان مجموعه الاستراكشر سواء كورتيكال او سب كورتيكال شكلها عامله لي سي شيب، والسي شيب ده ما بص كده هلاقي السنجيوليت مع الاسمس اوف سنجيوليت مع البارا هيبوكامبل مع الانكس، كل المجموعه دي كده على شكلها سي شيب. ابص على الفورنكس هلاقي عامل لي سي شيب، استراي ترمينالس عامله لي سي شيب، وبالتالي كل الاستراكشرز دي او معظمها بيعمل لي سي شيب اراوند ذا سالاموس، لان السالاموس موجود هنا في النص وكل المجموعه دي بتلف حواليه، وبالتالي هي كلها ار سي شيبد ستراكشرز اراوند ذا داينكيفالون. وات ار ذا كومبوننتس اوف ذا ليمبيك سيستم؟ تشمل نمره واحد ليمبيك لوب، نمره اثنين هيبوكامبال فورميشن. كلمه ليمبيك لوب تعني نمره واحد سنجيوليت جايروس، نمره اثنين المنطقه دي كده اللي تحت السبلينيا اوف كوربس كالوزم which is called isthmus or isthmus of cingulate gyrus. نمرة ثلاثة parahippocampal gyrus اللي بره ده كله، ونوصل قدام لحد منطقة الأنكس. فنجمع السنجوليت والإسمس والparahippocampal gyrus والأنكس، المجموعة دي كلها اسمها limbic lobe. مجموعة تانية بنسمها hippocampal formation، تشمل hippocampus وده موجود جوه انسايد او بارد باي ذا بارا هيبوكامبال جايروس، وميديال تو ذا هيبوكامبس هناخد بالتفصيل بعد شويه دنتيت جايروس، وفي جايروس موجود تحت السبلينيوم اوف كوربس كالوزم في منطقه الاسمس، ده ذيس از كولد جايروس فاشيولاريس. نطلع ونلف فوق الكوربس كالوزم هلاقي انديوزيوم جريزيوم، دي عباره عن ثين لاير اوف جراي ماتر ومعها ميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا موجوده جواها. فبرضو المجموعه ديت الهيبوكامبس ودنتيت وجايروس فاشيولاريس والانديوزيوم جريزيوم وذا ميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا، all these are included under the term hippocampal formation. ندخل على الجروب الثانيه الكبيره بعد الكورتيكال ستراكشرز، مجموعه بنسميها سب كورتيكال ستراكشرز. السب كورتيكال ستراكشرز تشمل اميجدالويد نيوكليير كومبلكس، كل الاميجدالويد بودي اللي موجود ده وهنعرف مكانه بعد شويه فين. نمره اثنين مجموعه من النيوكلياي موجوده بيلو ذا جينيو اوف كوربس كالوزم ان ذيس اريا ويتش ار كولد سيبتال نيوكلياي اند ذيس اريا از كولد سيبتال ريجون. نمره ثلاثه في هايبوثالاموس موجود in this area، مش هقول لها عدل الماميلاري بودي، فالمنطقة دي هايبوثالاموس، وهلاقي certain areas of the hypothalamus are included under the term limbic system or limbic structures. في الثالاموس برضو فيه مجموعة من النيوكلياي also their function is related to the limbic system، ودي الانتيريور نيوكليوس، وبعد شوية هنزود معاها الميديال nucleus and also the midline nuclei. كل المجموعة دي certain nuclei of the thalamus، وآخر حاجة olfactory area بالmedial واللateral olfactory stria وanterior perforated substance and so on. المجموعة دي نسميها subcortical structure. يبدأوا بالجديد علينا النهاردة amygdaloid and the septal area، وزودنا certain nuclei within the thalamus، certain nuclei within the hypothalamus، واخيرا olfactory areas. كده عرفنا what are the components of the limbic system. الدايجرام ده بيراجعهم تاني،
كورتيكال اند سب كورتيكال. وكورتيكال قسمها ليمبك وهيبوكامبال بالكومبوننتس بتاعتهم، وسب كورتيكال بالاميجدالويد وسبتال، دول الجداد علينا، هايبوثالاموس وثالاموس اند اولفاكتوري ارياس. دي تقسيمه ثانيه انذر كلاسيفيكيشن فور ذا كومبوننتس اوف ذا ليمبك سيستم. هنركز على الحاجات اللي جايه زياده، يعني ليمبك اسوسيشن اريا دي قلناها، بس زود عليها اوربيتو فرونتال جايراي، حطها قبل السنجولين. الهيبوكامبال فورميشن نفس النظام اللي قلناه، اميجدالويد قلناها، زودنا هنا من ضمن الستراكشرز اللي موجوده في الليمبك سيستم، بنسميها تيلينكيفاليك كومبوننتس او كورتيكال كومبوننتس، زودنا عندنا فينترال استرييتم. والفينترال استرييتم ده غير الدورسال استرييتم، الدورسال بقى كوديت ولينتي فورم. الفينترال هلاقي مجموعه تانية، ودي ان شاء الله المحاضره الجايه، في حاجه اسمها نيوكليوس اكامبينز والفاكتوري تيوبيركل وجزء صغير من الكوديت والبيوتامين، مش كلها. فالفينترال استرييتم ديت جديده علينا. الاذر ستراكشرز داينكيفاليك ستراكشرز، سالاموس وهايبوسالاموس، فيهم ارياز ريليتد تو ذا ليمبيك سيستم. المره دي زود لي ايبيثالاموس، يبقى الايبيثالاموس ده ما كانش في الكلاسيفيكيشن اللي فاتت، اللي هي المقصود بيها الهابينيولار بودي والهابينيولار نيوكلياي اند سو اون. اما نرجع ننزل تحت كمان شويه هلاقي الميد برين، ولقوا ان في اريا في الميد برين از ريليتد تو ذا ليمبيك سيستم ان اتس فانكشن، ودي عباره عن بيري اكويدكتال جراي ماتر. الاريا من الميد برين اللي حوالين الاكويدكت بسماها بيري اكويدكتال جراي ماتر، الفانكشن بتاعتها برضو ريليتد تو ذا ليمبيك سيستم. تقريبا الكلاسيفيكيشن الثانيه اسهل في الحفظ، بس هنا نلاحظ ان احنا زودنا حاجات هنقولهم في وسط السكه، فينترال استرييتم وإيبيثالاموس وبيري أكويدكتال جراي ماتر. الرسمة دي ميزتها ان هي بتبين لي الليمبك اسوسيشن كورتكس اللي موجود، اللي هي الليمبك اسوسيشن او الليمبك لوب. انا مشاور كده على السنجيوليت، سوري، على البارا هيبوكامبال جايروس وعلى الانكس، بارا هيبوكامبال وانكس، وخد بالك الاوربيتو فرونتال جايراي كلهم الفانكشن بتاعتهم برضو related to the limbic system. وصلنا لحد included within our classification في عند temporal pool. فالجزء ده من temporal loop كله بارا هيبوكامبال جايروس وانكس وtemporal pool ومعها الاوربيتال جايراي، ونضيف عليها السنجيوليت، كل المنطقة دي are included within the limbic association cortex. رسمة تانية مبين لي الميديال سيرفس، ومبين معاها this is the cingulate وبارا هيبوكامبل وانكس والاوربيتو فرونتال جايراي، كل المنطقة دي بسماها limbic association area. وديت انا جبت سيرتها قبل كده وانا بتكلم على الثالاموس، قلت فيه 3 main association areas within the cerebral hemisphere. اول واحدة كانت بارايتو تيمبرو اوكسيبيتال اسوسيشن اريا اللي بنسميها فيرنكس اريا. نمرة 2 بري فرونتال اريا اور فرونتال اسوسيشن اريا. نمرة 3 بتاعتنا بقى بتاعت النهارده ليمبيك اسوسيشن اريا. فكده عندنا 3 اسوسيشن ارياز ويذن ذا برين، وعرفنا اماكنهم واتكلمنا عندهم قبل كده، ممكن نرجع في محاضره الثالاموس هنلاقيهم وهاو ذي ار كونكتد تو ذا ثالاموس. براجعهم تاني، بارايتو تيمبرو اوكسيبيتال اللي هي فيرنكس واخده جزء من البارايتال لوب 39 و40، واخد جزء كده بتاع الفيجوال اسوسيشن في 5 اللي هي الاريا نمره 5 في الفيجن، وبعدين نزلت تاني كده على التمبورال لوب، كل المنطقه دي بارايتو تمبرو اوكسيبيتال اسوسيشن اريا. نمره 2 بري فرونتال اسوسيشن اريا، كل الفرونتال لوب من قدام، كل ده بري فرونتال اور فرونتال اسوسيشن اريا. نمره 3 بقى بتاعتنا بتاعت النهارده اللي هي السنجيوليت والاسماس اوف سنجيوليت وبارا هيبوكامبل والانكس والتمبورال بول والاوربيتو فرونتال جايراي، كل المنطقة دي is included under the term limbic association area. نبدأ بأول جزء عندنا وهو amygdaloid complex أو amygdaloid body
or amygdaloid nuclear complex. ده أول جزء هندرسه في الكومبوننتس اوف ذا limbic system، وده خدناه كان تحت موجود في السبكورتيكال كومبوننتس. أول واحد قلنا amygdaloid complex، وبعدين septal، وبعدين areas في الثالاموس والهايبوثالاموس and so on. فنبدأ بالحاجة الجديدة علينا وهي amygdaloid nuclear complex. شفنا فين الاميجدالويد بودي واحنا بندرس، او سيمبلي اميجدالا. كنا الاميجدالويد دي شفناها لو ركزنا مع الكوديت، دي هيد اوف كوديت وبودي اوف كوديت وتيل اوف كوديت، كانوا موجودين ان ريليشن تو ذا كافيتي اوف ذا لاترال ventricle. وما كان التيل اوف كوديت ده موجود في الانفير هورن، كان عند الانتيرور اند بتاعه موجود. This is the amygdaloid complex or amygdaloid body. والاثنين بيحصل لهم fusion أو joining its أجدر مع بعض، اللي هي الأميجدالويد مع التيل of codeine. فمكانه موجود في الانفيرور horn of the lateral ventricle. طيب كان موجود في الروف ولا في الفلور ولا lateral ولا medial؟ كان موجود في الروف. يبقى أول حاجة إن الأميجدالويد nuclear complex مع التيل اوف كوديت الاثنين كانوا موجودين في الروف اوف ذا انفيرور هورن اوف ذا لاترال فنتر. وبالتحديد الاميجدالويد نيوكليير كومبلكس كان موجود في الانتيريور اند، انتيريور اند اوف ذا انفيرور هورن، عند منطقه الانكس. لو دخلت بدبوس كده هتلاقي نفسك دخلت على الاميجدالويد نيوكليس. وقلنا طبعا فيوزس وذ ذا انتيريور اند اوف ذا تيل اوف ذا كوديت نيوكليس. الأميجدالويد كومبلكس ده سموه كومبلكس لأنه بيتكون من مجموعة من النيوكلياي. مجموعة النيوكلياي لو بصينا عليها على الدياجرام، العدد، شوف العدد قد إيه، في عندي lateral nucleus وبيزل nucleus وأكسسوري بيزل، عشان بس نحفظهم بالترتيب ومسهلين، lateral وبيزل وأكسسوري بيزل، والاثنين دول على بعض بيجمعوهم بيسموهم بيزولاترال. يعني هما فانكشنالي لقوا ان التلاتة دول لهم فانكشن واحدة، فجمعوهم في كلمة واحدة بقوا بيزولاترال نيوكلياس او نيوكلياي. بعد كده هنلاقي فيه بيري لامينار نيوكلياس وبيري اميجدالويد نيوكلياس، ادي اتنين، واتنين تانين عندنا سنترال وميديال، بقوا دوب كده أربعة، أربعة وثلاثة بقوا سبعة، بيري لامينر وبيري أميجدالويد وسنترال وميديال. عاوزك تلاحظ بس إن كلمة بيري أميجدالويد مكتوبة بيري أميجدالويد كورتكس، هي actually it is a nucleus، فهي فعلا في بيري أميجدالويد نيوكليس، بس النيوكليس بتبقى كده إيه dispersed، مش متجمعين وعاملين لوان نيوكليس، فهي عبارة عن كأنها gray matter نيوكلياي موجودة على السيرفس من برة، يقول لك كده midline نيوكلياي وreticular نيوكلياي. بالنسبة للثالاموس فالمجموعة دي سموها بيري أميجدالويد كورتكس، هي طبعا عبارة عن نيوكليس برضو تبع الأميجدالويد بودي. الميديال دهيت ومعاها البيري أميجدالويد كورتكس، الاثنين المجموعة دي سميهم عبارة عن كورتيكو ميديا نيوكليس. السبعة اللي موجودين قدامي حفظناهم لاترال وبيزل وأكسسوري بيزل، وبعدين بيري لامينر وبيري أميجدالويد وميديال وسنترال، فانكشنالي they are grouped under only three nuclei. يبقى كأن الأميجدالويد consist functionally of three nuclei. إيه هما التلاتة؟ دي another classification قبل ما نقول التلاتة، دي classification بتاعت gray lateral وcentral وbasal وaccessory basal. التلاتة اللي هم نمرة واحد basolateral، نمرة اتنين central، نمرة تلاتة corticomedial. وهو ده اللي كل الفانكشن بتاعت الأميجدالويد ماشي على ديس كلاسيكيشن. جمع المجموعة دي كلها lateral وبيزل بجزئها اتنين magnocellular وparvocellular وaccessory وparalaminar أو perilaminar، المجموعة دي كلها جمعها وحطها basolateral nucleus.
نمرة اتنين البيري أميجدالويد كورتكس مع الميديال الاتنين دول على بعض سماهم كورتكوميديال نيوكليس، والتالتة بقت سنترال نيوكليس. يبقى فانكشنالي the amygdaloid body consists of three main nuclei. نمرة واحد بيزو لاترال، الجزء الكبير ده كله. نمرة اتنين كورتكوميديال. نمرة تلاتة سنترال، وده اللي هنمشي عليه لان this is a functional classification. زي ما قسمنا كده السيريبيلم وقلنا functionally عندنا فيرمس وبارا فيرمس ولاترال زون، والتانينا ماشيين طول ما بنتكلم على التلاتة classification from medial to lateral. اما اتكلمنا برضو على الهايبوثالاموس اللي قلنا periventricular zone وintermediate zone ولاترال زون، وكانوا التلاتة are related to function. فمهم جدا الفانكشنال كلاسيفيكيشن، بتحفظك وبتجيب لك الموضوع مباشره. نبدا باول واحده وهي بيزولاترال نيوكليا. وجدوا ان البيزولاترال نيوكليا ار ريسيبروكالي كونكتد وذ ذا سيريبرال كورتكس. يبقى مجموعه البيزولاترال نيوكليا كونكتد مع السيريبرال كورتكس، وذي بيرفورم سيرتن فانكشن. وما اقول سيريبرال كورتكس يبقى عندي ليمبك اسوسيشن كورتكس، وعندي اذر اسوسيشن ارياز اللي موجوده في السيريبرال هيمسفير. هنشوف ايه هي الارياز كونكتد وذ ذا بيزولاترال نيوكليا اوف ذا اميجدالويد. المجموعه النيوكليا البيزولاترال لقوهم ريجاردنج ذا فانكشن دي ار ريليتد تو ذا ايموشن، وبالتالي هم بيدوني فكره على الايموشنال سيجنيفيكانس اوف ذا ستيمولس. وفي نفس الوقت بعد كده هما اللي بيطلع على وشك كده الريسبونس بتاعك، يبقى برضو كلها related to the emotion لأنها connected to the cerebral cortex. البيزولاترال نيوكليي they receive information from the different sensory cortical areas and the association cortex. الكورتيكال areas زي ما أقول sensory بقى auditory association وvisual association كل areas فيها كلمة association cortex، حتى sensory association area اللي موجودة في السوبيرو باريتال بيول، يبقى sensory association وديتور association وvisual association. كل areas دي بتودي الافرنت fibers على الاميجدالويد نيوكليس. وزود عليها برضو الارياز اللي موجودة في التمبورال لوب طبعا اللي هي بتاعت الديتور association، وزود الانسولا عشان الجاستاتوري and so on. كل الديات بتوصل للاميجدالويد نيوكليس. بتطلع الافرنت كونكشن from the basolateral nuclei are directed backward to the cerebral cortex. ترجع تاني على السيريبرال كورتكس either directly or indirectly. هترجع اولا على الليمبك اسوسيشن كورتكس، الاريا اللي احنا قلناها بقى كانت سينجوليت وماشيين اللفه دي كده وبرا هيبوكامبال جايروس اند سو اون. يبقى راحت على الليمبك اسوسيشن كورتكس، راحت على الهيبوكامبال فورميشن، كل ده عشان كل ده ريليتد تو ايموشن. هيبوكامبال فورميشن يبقى عندنا هيبوكامبس ودنتيت اند سو اون، وكل ده is important for learning the emotional significance of complex stimuli. هو اللي أنا شفته قدامي ده الـ significance بتاعه regarding the emotional response. أنت شفته إيه وهتحس بيه بإيه والresponse بتاعك هيبقى إيه. وبالإضافة إلى هذا الأميجدالويد ما بيجيلهاش بس connection from the cerebral cortex in both direction. بص كده جايب لي occipital loop يعني ده visual association area، جايب لي temporal loop يعني auditory association area، جايب لي كده دخل على prefrontal يبقى عندنا frontal association area. يبقى كل الأرياز دي بتودي على الأميجدالويد، وبالتحديد بقى basolateral. ده ممكن الأميجدالويد وهي بترجع بقى الافرنت fiber رايحة برضو to the same areas، يعني راح للأوكسيبيتال لوب وراح للتمبرال لوب وراح للبريفرنتال أسوسيشن أريا. الأرياز ديت بتاخد من الأميجدالويد دايركت كونكشن. في نفس الوقت these cortical areas receive fibers indirectly from the amygdaloid through the thalamus.
يعني الفايبرز طالعه من الاميجدالويد رايحه على الثالاموس اولا، وبالتحديد كاتب لك اهوت ميديال دورسال نيوكليس اوف ذا ثالاموس، وشفناها بعد شويه كانت انتيرور، هي فعلا الانتيرور والميديال والميد لاين كل دولت، ويطلع منهم بعد الستيمولس ما يوصل الثالاموس يروح تاني على السيريبرال كورتكس. يبقى معنى كده ان السيريبرال كورتكس بيجي له افيرنت فايبرز فروم ذا اميجدالويد نيوكليس either directly or indirectly through the thalamus، يا مباشر على السريبرال كورتكس يا يروح الاول على الثالاموس وبعدين يطلع على السريبرال كورتكس. وكل عظيم الثالاموس مع السريبرال كورتكس كان فيه انتيريور سوبيروسالاميك راديشن وانفيروسالاميك راديشن، كل ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن الكونكشن. يبقى عندنا هوت بتروح يا دايركتلي يا اندايركتلي via the ventral amygdala fugal busway، البيزولاترال أميجدالا راحت للثالاموس ومن الثالاموس راحت على different association areas. طيب يبقى فهمنا كده أول واحدة اللي هي البيزولاترال نيوكلياي، وقلنا ديت connected with the cerebral cortex either directly or indirectly، ومع السيريبرال كورتكس يبقى المقصود بيها various association areas of the cerebral hemisphere. تاني نيوكليس عندنا central nuclei of the amygdaloid body. السنترال نيوكليي وجدوا لهم projection مع الاوتونوميك سنترز، autonomic control centers. عندنا autonomic centers موجودة اللي هم موجودين في البرين ستيم، النيوكلياي بتوع الكرينيال نيرفس، يعني النيوكلياي العمود بتاع الجنرال فيسرال افرنت، كل ده باراسمباثيك نيوكلياي، كل ده بيجي له افرنت فايبر او كونكشن من السنترال نيوكلياي، وبالتالي الاوتونوميك سنترز اللي موجودة في البرين ستيم are under the control of the central nucleus. وفي نفس الوقت وجدوا ان السنترال نيوكلياي ده هيت are connected with the hypothalamus، ومن الهايبوثالاموس هترجع تأثر تاني على الاوتونوميك سنترز اللي موجودة سواء بقى في البرين ستيم او في السباينال كورد. يبقى معنى كده ان برضو السنترال نيوكلياي of the amygdaloid they control the autonomic nervous system، يا برضو directly يا إما indirectly through their connection with the hypothalamus. نفس النظام مع النيوكليس اللي كانت قبل كده، يا directly على cerebral cortex يا indirectly through the connection of this nucleus with the thalamus. المرة دي بقى central nuclei يتودي على ال brain stem cranial nerve nuclei. بص كده كاتب لك visceral sensory input from the brain stem nuclei، ومزود لك شايف السوليتري، لان السوليتري ديت هي دي اللي واخده ال visceral sensation هتطلعه فوق، وبعدين يرجع ينزل تاني، هينزل خلال مجموعه النيوكليي dorsal vagal nucleus and so on او dorsal motor nucleus of the vagus، ويروح على الparasympathetic nuclei زي ما اتفقنا. يبقى برضو السنترال نيوكلياي مهمة جدا في الكنترول of the autonomic nervous system either directly or indirectly through the hypothalamus. طبعا هتطلع بقى للاترال هايبوثالاموس، يبقى لاترال هايبوثالاموس ده كان بيوصل على مين؟ على السمباثاتيك nervous system، lateral and posterior في محاضرة الهايبوثالاموس هم دول بتوع السمباثاتيك. لو طلعت على البري اوبتيك قدام الانتيريور يبقى وصلنا على الباراسمباثاتيك، نزلت على الكرينيال نيرف نيوكلياي انكلودنج سواء فيسرال موتور او فيسرال سنسوري، يبقى دورسال فيجال نيوكليس دي موتور، السوليتري ديت سنسوري، راحت لكل النيوكليا ديت، يبقى كده اثرنا على الاوتونوميك فانكشن اوف ذا بودي. ثالث نيوكليس عندنا اللي هي كورتيكوميديال نيوكلياي. كورتيكوميديال قلنا مجموعه اللي هي بيري اميجدالويد كورتكس، واللي جنبيها كانت ميديا نيوكليس صغيرة، الاثنين جمعناهم مع بعض وخلناهم كورتيكوميديال نيوكلياي. بص كده الكورتيكوميديال they are reciprocally connected with olfactory structures. olfactory هو ده الجزء اللي هو related to olfaction. olfactory system هنا
مش بس order perception and discrimination. Order perception and discrimination ده هي ال olfactory stimuli regarding food intake بالنسبة للانيمال وregarding food intake برضو في الهيومن وregarding the sexual response. يبقى كل ديت are olfactory stimuli which are mediated by the corticomedian nuclei of the amygdaloid وبرضو either directly or indirectly through the hypothalamus لأن الجزء ده هيطلع بعد كده يقول لك طلع ودع على الهايبوثالاموس في olfactory structures بالميديال واللاترال olfactory structures and so on بقول لك راحت على الهايبوثالاموس ومن الهايبوثالاموس هتروح على الفود سنتر والفود سنتر ده كنا قلناه الفود انتيك المرة اللي فاتت قلناه موجود في اللاترال اريا الهانجر اللي يعمل لك هانجر بين ويخليك تاكل فهو في كونكشن بينه وبين اللاترال اريا اوف ذا هايبوثالاموس عشان الفود انتيك برضو related to the pre-optic nuclei اللي فيهم reproductive hormones والreproductive behavior بتاع الindividuals يبقى هنا related برضو to sexual response كده قبل ما نبدأ في ديت بواضح ان احنا لخصنا النيوكلياي بتاعة الاميجدالويد into three main nuclei basolateral one associated or related to the cerebral cortex in their function نمرة اتنين كانوا central nuclei ودولت responsible for autonomic function وكانوا connected مع autonomic centers في البرين ستيم ومع الهايبوثالاموس تالت مجموعة من nuclei كانوا corticomedial وكانوا connected مع olfactory structures and also the hypothalamus ودي قلنا عبارة عن behavioral regulation وليس odor perception يعني بال behavior regulation rather than odor perception and discrimination وقلنا برضو related to the sexual response كده فهمنا الاميجدالويد بودي والcomponents بتاعته ناخد what are the efferent fibers arising from the amygdaloid وقبل ما نبدأ برضو لو في أي سؤال مستعدين نقول الشباب اللي معانا الكلام واضح ادهم تمام يا دكتور تمام الله بركات علا تمام يا دكتور اسراء ونانسي الزعزي الو ماشي اوكي تمام يا دكتور ماشي اوكي من معد استاذتنا طبعا الدكتوره فاء دكتوره نانسي طنطا الله يخليك يا دكتور تمام الله يخليك نبدأ باب الافرنت سيستم اوف ذا اميجدالويد هو بعد الاميجدالويد ما ياخد الايموشنز دي كلها من الديفرنت سنسوري ارياز اوف ذا برين عاوز يطلعها هيطلعها ازاي بيطلعها مينلي باي تو باث ويز هما دول ذيس ار ذا افرنت فايبرز اوف ذا اميجدالويد نمره واحد فنترال اميجدالو فيوجال باث واي ونمره اتنين ستراي تيرمينالز لو بصينا على الرسمة قبل ما نبدأ فيهم بالتفصيل هلاقي الفنترال أميجدالو فيوجل واخد اللون الأزرق والأميجدالو فيوجل فايبرز دي أو فنترال أميجدالو فيوجل باثوي أنا سمعتها وأنا بشرح الهايبوثالاموس كما اللي كانوا حاضرين معانا المرة اللي فاتت قلنا أن في كونكشن مهمة بين الأميجدالويد وبين الهايبوثالاموس والكونكشن دي بسكتين فنترال أميجدالو فيوجل باثوي اللي طلع من الاميجدالويد في الرسمة وداخلها تحت كده مباشرة على الهايبوثالاموس والكونكشن التانية اللي كانت بتلف مع اللاترال فنتريكل اللي كنا سمناها استراي ترمينالز فالفنترال اميجدالو فيوجل سمعناه قبل كده نقوله بقى بالتفصيل هو الفنترال ده بيطلع من الاميجدالويد يروح فين الفنترال اللي طالع من الاميجدالويد فنترال اميجدالو فيوجال فايبر راحت على الميد برين ليمبيك اريا اللي هي بيري اكويدكتال كراي ماتر دي رقم خمسة يبقى نمرة واحد راحت على البيري اكويدكتال كراي ماتر اللي موجودة الاريا اللي في السنان الميد برين اللي موجودة حوالين الاكويدكت او حوالين السريبرال اكويدكت نمرة اتنين راحت على الثالاموس وبالتحديد قلنا ثالاموس عندنا ميديال دورسال وناس مزودة انتيرور وميد لاين يبقى نمرة اتنين راحت على الثالاموس نمرة تلاتة نيوكليوس اوف ذا دياجونال باند اوف بروكا
والنيوكلس اوف ذا دياجونال باند اوف بروكا دي موجوده في الميد برين وتابع ريتيكولار فورميشن. يعني وان اوف ذا ريتيكولار نيوكلياي، يعني دخلنا كده على ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، يبقى ديت نيوكلس اوف ذا دياجونال باند اوف بروكا. نمره 8 الاربعه بقى في الستراي تيرمينالس اللي تبقى نمره 8 على الرسمه اللي هي هايبوثالاموس. يبقى واضح ان في عندي رايح للثالاموس ورايح للهايبوثالاموس، ما ننساش دول الثالاموس وهايبوثالاموس عشان يبقى الكلام حفظه سهل. وميد برين بيري اكويداكتال اريا ومعاها نيوكلس اوف ذا دياجونال باند وبروكا تبع ريتيكولار فورميشن. الاربعه دول كلهم هم دول بيعدوا خلال الفنترال اميجدالو في ديوجال فايبرز. فالكونكشن اللي انا خدتها المره اللي فاتت من الاميجدالويد رايحه للهايبوثالاموس، هي بس مش رايحه للهايبوثالاموس، ده رايحه تو ذا هايبوثالاموس تو ذا ثالاموس اند تو ذا ميد برين انكلودنج ذا نيوكليس اوف ذا دياجونال باند اوف بروكا. تاني افرنت فايبرز ارايزنج فروم ذا اميجدالويد بنسميها ستراي تيرمينالس. الستراي تيرمينالس الطويله دي شفناها كانت ماشيه مع الكوديت، يعني طالعه مع التيل اوف كوديت ميديال تو ذا تيل اوف كوديت، فموجوده في الانفيرور هورن اوف ذا لاترال فنتر، وماشيه مع البودي اوف كوديت موجوده في السنترال بارت اوف ذا بودي اوف ذا لاترال فنتريكل، واصله لحد الليفل بتاع الانترفنتريكولار فورامن، وبعد كده هنشوف بتتقسم ازاي وبتروح فين. فعارفين الاستراي تيرمينالز ديت بتبدا منين وازاي ان هي برضو سي شيب وماشيه مع التيل اوف كوديت وماشيه مع البودي اوف كوديت وطالعه قدام لحد الليفل اوف ذا انتيرو كوميشر، وهنكملها فيما بعد. الاستراي تيرمينالز دي بتشيل فايبرز توديها فين؟ نمره واحد تو ذا كوربس استرايتا، وكوربس استرايتا بديت اللي عندنا كوديت والانتيفور، يبقى نمره واحد تو ذا كوربس استرايتا. وبص عليها مكتوبه ايه؟ اميجدالو استرايت فايبرز. اميجدالو استرايت، ايه دخل الاسترايتم ده بتاع الموتور فانكشن دخله في الاميجدالويد بتاع الايموشنال فانكشن؟ هنقول لك حاجه ما تنساهاش ابدا، افتكر كده لما جون بيخش كده ليفربول بيلعب، ولا شوف الاهلي بيلعب، او مين ودخل جون، تلاقي كل اللي قاعدين كلهم هاجوا مره واحده ورفعوا ايديهم، وايه يعني هيصوا تهيصه جامده قوي. ايه سببها؟ هي ديت اللي فعلوه، ده عباره عن اميجدالو استرايت فايبر. الايموشن بتاعك اللي وصل للاميجدالويد نيوكليس خلال الجون اللي انت شفته بعينيك والكلام اللي انت سمعته وكل السنسوري ستيمولاي دي كلها طلعت اميجدالويد، راحت على الكوربا استرايتم، عملت لك موتور اور فيزيكال اكسبريشن اوف ايموشن. هو ده الموتور او الفيزيكال اكسبريشن اوف ايموشن، هو ده عن طريق الاميجدالو استرايت فايبر. يبقى اول كونكشن بالاسترايت تيرمينالس نمره واحد مع الكوربا استرايت. نمره اثنين بيد نيوكليس اوف ذا استرايت تيرمينالس. اما نيجي عند نهايه الاسترايت تيرمينالس عند الليفل اوف ذا انترفنتريكولار فورامن هلاقي نيوكليس موجوده هنا، بسماها بيد نيوكليس اوف ذا استرايت تيرمينالس، يعني ما زالت الفانكشن بتاعتها انون، ولكنها برضو زي كده في وسط الايه الاوديتوري باثوي اللاترال لمنسكس طالعه. يقول لك في نيوكليس اوف ذا لاترال لمنسكس، هي الفايبر مجرد انها عملت ريلي وكملت السكه، ما لقوش فيه فانكشن زياده. فهنا برضو بيت نيوكليس اوف ذا استراي تيرمينالس، الفايبر كملت السكه بعد كده وما لقوش لها فانكشن زياده. نمره ثلاثة بعد كده الفايبر بتاعت الاميجدالويد دي عدت خلال الانتيرو كوميشر، وهنشوفها بعد شويه، ومن الانتيرو كوميشر معديه تو ذا اوبوزيت سايد سيريبرال هيمسفير. اخر حاجه نمره أربعة، فايبرز راحت على الهايبوثالاموس، والكلام ده هنقوله بالتفصيل ازاي بتوصل الهايبوثالاموس اند سو اون، ومحدد لك ميديال بري اوبتيك اريا وفنترو ميديال وانتيرو هايبوثالاموس. يعني عندنا انتيرو اريا اوف ذا هايبوثالاموس وبري اوبتيك اريا اوف ذا هايبوثالاموس، وقلنا الكلاسيفيكيشن دي المره اللي فاتت، وعندنا فنترو ميديال وكان فوقيها دورسو ميديال. كل مجموعه النيوكلياي ديت ريسيفنج فايبرز فروم ذا اميجدالو. يبقى عند الاستراي تيرمينالس ودت لاربع ارياز، ما ننساش فيهم مهم جدا الهايبوثالاموس
لان ده اللي هنقوله بعد كده بالتفصيل رايح فين، ومعاه الكوربس ترايتم، وان الفنترال اميجدالو فيوجال فايبر برضو والدالي على الثالاموس وعلى الهايبوثالاموس. فالاثنين كونكشن دول مهمين، والاثنين دول بنعيدهم تاني مهمين. These are the different fibers of the amygdaloid، وفي بعض الكلام هنقوله بالتفصيل فيهم immediately. وبالتالي بقى ناخد كده الاسترايا ترمينالس ونعرف what are the fiber component of the استرايا ترمينالس. This is the استرايا ترمينالس اللي واخده اللون الماشية كده، اللون الأورنج ده اللي جنب على طول التيل اوف كوديت. This is the tail of the كوديت، وفي فايبرز ماشية جنبها كده. This is the استرايا ترمينالس. وبعدين طلعت كده لقيت برضو الاسترايا ترمينالس والتيل اوف كوديت، طلعت فوق لقيت استرايا ترمينالس وتيل اوف كوديت زي ما انا قلت مع البودي اوف كوديت والاسترايا ترمينالس ماشيين مع بعض. فهي ماشيه الكورس بتاعها ماشي مع الكوديت، سواء مع التيل اوف كوديت او مع البودي اوف كوديت. وصلنا لحد الليفل اوف ذا انترفنتريكولار فورامن، وهنشوف بعد كده رايح فين. ترمينيتس عند الليفل اوف ذا انترفنتريكولار فورامن، وعند الليفل طبعا بتاع الانتيرو كوميشر هنشوف بتعمل ايه. فعرفنا مكانها اناتوميكال استرايا ترمينالس. واضح ان هي طول ما هي ماشيه is closely related to the medial side of the caudate، اتفقنا. في الانفير هورن related to the tail of caudate، في السنترال بارت related to the body of caudate. الرسمه دي واضحه جدا. This is the استرايا ترمينالس medial to the tail of caudate، وهنا برضو استرايا ترمينالس ميديال تو ذا بودي اوف كوديت. وصلنا عند الليفل اوف انترفنتريكولار فورامن، اتقسمت الى ثلاث اجزاء هنقول. طيب وات ار ذا فايبر كومبوننتس اوف ذا استرايا ترمينالس؟ نمره واحد اللي انا لسه عمال اقول فيها دلوقتي، فايبر طالعه من الاميجدالويد، من الاميجدالويد وماشيه في الاسترايا ترمينالس وطالعه رايحه عند السيبتال اريا. سيبتال اريا اتفقنا على انها الاريا ان فرنت اوف ذا لامينا ترمينالس بلو ذا جيني اوف كوربس كالوس. وانا قلت قبل كده الفرق بين لامينا ترمينالس واستراي ترمينالس. ادهم يقول لنا الفرق. استراي ترمينالس دكتور هي اللي كونكتنج الاميجدالا، هي اللي طالعه من الاميجدالا. واللامينا ترمينالس، اللامينا ترمينالس دي موجوده عند السبلينيوم بتاع الكوربس كالوسم كده قدام السبتم بيليوسيدم، موجوده يعني عباره عن باند كده اوف وايت ماتر كلوزنج ذا انتيرور اند اوف ذا نيورال تيوب. بالظبط كده بتقفل انتيرور اند نيورال تيوب، ما فيهاش يعني نيرفس تيشو او نيورونز لها فانكشن محدده. لا طيب. يبقى عرفنا الاستراي ترمينالس هي للمين افرنت فايبر كومبوننت اوف ذا، طالعه من الاميجدالويد ورايحه قدام بقى بتروح فين. بص كده نمره واحد تو ذا سيبتال اريا، نمره اثنين to the hypothalamus، وقلنا راحة to the anterior region of the hypothalamus، ونازلة هنا عند the anterior perforated substance والpyriform area. ما قول pyriform area بالمقصود بيها olfactory area، بيقسمها لpre-pyriform وpyriform، وهنلاقي بعد كده pre-rinal وinto-rinal كلهم عبارة في المحصلة النهاية كلهم all these are olfactory structures. وضاف عليهم برضو النيوكليس اوف ذا استرايا ترمينالس. النيوكليس اوف ذا استرايا ترمينالس يبقى موجوده ان ذيس اريا اللي انا بشاور عليها، ملهاش فانكشن معينه. يبقى احنا نعرف بس ان الاسترايا ترمينالس طالعه من الاميجدالويد وجايه قدام وراحت على السيبتال اريا والانتيرو بيرفوريتد والالفاكتوري اريا معاها والانتيرو هايبوثالاميك نيوكلياي. يبقى دي اول كومبوننت للاسترايا ترمينالس. نمره 2 عبارة عن فايبرز برضو طلع من الأميجدالويد، هنتتبعها كده نشوف. هنلاقي this is the استرايا ترمينالس برضو طلع من الأميجدالويد وماشية لقدام، ودتني التلاتة areas اللي احنا قلناهم anterior perforated وسبتال area وanterior hyperregion وhypothalamus. بص على اللي طلع باللون الأسود ده، الفايبر دي راجعة ورا ورايحة للهابينيولار نيوكليا. اهي دي بقى تاني كومبوننت اوف فايبر ماشيه جوه الاستراي ترمينالس. فايبرز فروم ذا اميجدالويد وماشيه في وسط الاستراي ترمينالس،
وعند الانتيرور اند اوف ذا ثالاموس رجعت ورا ومشي على الابر بوردر اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا ثالاموس، ودي اللي بنسميها استراي ميدلار الثالاماي اور استراي هابينيولارس. كلنا شفنا استراي ميدلار الثالاماي. اوكي، يبقى الاستراي ميدلار الثالاماي اول فايبر ماشيه فيها عرفتها طالعه من الاميجدالويد وماشيه في الاستراي تيرميناليس، وبعدين ثابت الاستراي تيرميناليس ومشت مع الاستراي ميدلار الثالاماي اور استراي هابينيولارس عشان تعمل ريلي على الهابينيولار نيوكليار. يبقى دي نمرة 2 regarding the fiber component of the stri terminalis. نمرة 3 some fibers من الأميجدالويد complex run forwards in the stria and cross to the opposite side through the anterior commissure. يعني fiber بقى عدت الناحية التانية خلال الأنتيرو كوميشر. طب بتعدي تروح فين؟ run backwards in the stria of the opposite side، ترجع تاني للأميجدالويد complex of the opposite side، هترجع تاني للأميجدالويد complex of the opposite side. يبقى نمرة 3 فايبر اللي عملت crossing through the anterior commission راحت فين؟ to the amygdaloid of the opposite side. نمرة 4 عبارة عن فايبر طالعة من السبتال اريا، من السبتال اريا وماشية في الاستراي ترميلاليس in the opposite direction to reach the amygdaloid. واضح كده ايه هما الاربعة components اللي ماشيين في الاستراي ترميلاليس؟ من الاستراي ترميلاليس للتلاتة areas اللي احنا قلناهم قدام septal وانتيرو perforated وبري اوبتيك area. نمرة 2 اللي طالعة من الاستراي ترميلاليس وجات هنا ورجعت ورا راحت على الهابينيولار نيوكليس. نمرة 3 fibers from the stri terminalis عدت خلال الانتيرو كوميشر to the opposite side وراحت للهابينيول لل amygdaloid nucleus of the opposite side. نمرة 4 fibers from the septal region ورجعت to the amygdaloid complex in the opposite side. لو افتكرتوا يا شباب المرة اللي فاتت وانا بشرح الهايبوثالاموس قلت لك في fibers بتاعت الاستراي ترمينالز دي runs in both direction، يعني طالعة من الاميجدالويد رايحة قدام للسيبتال إيريا and so on، وفايبر طالع من السيبتال إيريا وراجع مرة تانية to the amygdaloid through the stri terminalis. فالاستراي terminalis contains both afferent and efferent fiber، وعرفناهم كده what are the components of the stri terminalis. تاني fiber component طالع من الأميجدالويد اللي هو these are the fibers running through the ventral amygdalofugal pathway. احنا قلنا الاميجدالو بتدي حاجتين كبار استراي ترمينالس، وعرفنا بتودي على فين ventral amygdalofugal pathway. هنشوف الventral amygdalofugal ده رايح فين. الventral amygdalofugal بص this projection طالع اساسا من السنترال والبيزولاترال نيوكليي. هيروح فين الventral amygdalofugal؟ هيروح على الميديال دورسا نيوكليس اوف ذا ثالاموس اللي هي الميديال جروب اوف نيوكلياي اوف ذا ثالاموس. احنا عندنا الثالاموس كان انتيرور وميديال، فالفنترال اميجدالوفيوجال بيروح على الميديال. خد بالك بعد شويه هيجي لك الماميلاري بودي بتاع الهايبوثالاموس، ما هو الهايبوثالاموس واخد من الاميجدالويد هيلف عن طريق الهايبوثالاموس والماميلاري ويطلع للثالاموس. يبقى بعد كده نمره 2 بص كده رايح فين الفنترال اميجدالوفيوجال فايبر، مش رايحه بس للثالاموس، ده رايحه فين تاني؟ رايحه تو ذا هايبوثالاموس، ورايحه تو ذا هايبوثالاموس تو بيرفورم سيرتن فانكشنز. رايحه تو ذا لاترال هايبوثالاموس وتو ذا اوتونوميك كرينيال نيرف نيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم، وبالتالي عندنا هايبوثالاموس وعندنا اوتونوميك كرينيال نيرف نيوكلياي، يعني دخلنا كده في النيورو اندوكراين كنترول. يبقى عندنا الأميجدالويد بتأثر برضو على مين؟ على الهايبوثالاموس. دي رقم 2. الكونكشن دي أنا كنت قلتها المرة اللي فاتت وأنا بشرح برضو الهايبوثالاموس، قلت لك إن في فايبرز من الأميجدالويد
ورايحة على الهايبوثالامس، وفي فايبر من الهايبوثالامس راجعة برضو مرة تانية على الأميجدالويد. وجبنا سيرة الفينتر الأميجدالو فيوجال فايبرز، أما قلتلك طالعة من الأميجدالويد نيوكليس وعدت من تحت كده وداخلت على الهايبوثالامس. بالتحديد الهايبوثالامس بقى والأوتونوميك نيرفس سيستم، الهايبوثالامس هيأثر على النيورو اندوكراين سيستم، يعني هيأثر على السكريشن اوف هرمونز بتاعة الهايبوثالامس، وبيأثر على الأوتونوميك من خلال اللاترال هايبوثالاميك إيريا، هتأثر برضو على السيمباثاتيك نيرفس سيستم، والكرينيان نيرف نيوكليا هتأثر لنا على السيمباثاتيك نيرفس سيستم. فمهم جدا من الفنتر الأميجدالو فيوجل بيوصل للثالامس وبيوصل للهايبوثالامس. ثالث كونكشن خلال الفنتر الأميجدالو فيوجل باثوي، بتوصل للفنترال سترياتم، والفنترال سترياتم ده ان شاء الله المحاضرة الجاية نعرف يعني فنترال سترياتم in details. بص كده فنترال سترياتم هتلاقي هنا مكتوب لك نيوكليس أكامبينز، بعد شوية ما النيوكليس أكامبينز بتاعت الدراج أبيوز، وبعد برضو related to emotion والlimbic system والaddiction and so on. يبقى فنترال سترياتم including نيوكليس أكامبينز، النيوكليس of the diagonal band of Broca، وديت هي ومعها البيزال نيوكليس، ده هما دولت ريليتد تو ذا ريتيكولار فورميشن. فالبيزال فور برين يبقى المقصود به فنترال استرياتم اند دياجونال باند اوف بروكا تبع الريتيكولار فورميشن. اخر حاجه موجوده ريجاردنج ذا فنترال اميجدالو فيوجال فايبر، كنترول، بتعمل كنترول للباراسمباثيك بريجانجليونيك نيوكلياي عن طريق انها بتوصل للبري اكويدكتال جري مرة. لو لكست في البري اكويدكتال جري مطر دي هتلاقي فيها النيوكليس بتاعت نمرة ثلاثة ومعها ايدينجر ويست اللي هي باراسمباثيك، فعرفنا المقصود ايه. وجنبيها شوية كده ما ننزل بقت النيوكليس نمرة اربعة، يبقى في عندنا سيرتين كرينيان نيرف نيوكلياي اهمهم ثلاثة موجودين في البرين ستيم، بالاضافه للباراسمباثيك نيوكلياي ذا الدورسال نيوكليس اوف ذا فيجاس اند سو اون. فعندي كده الفنترال اميجدالو فيوجال باسوي بيودي على الثالامس وبيودي على الهايبوثالامس، بيودي على فنترال استرياتم، بيودي على بيري اكويدكتال جراي مطر. يبقى اربع ارياز بياخدوا من الفنترال اميجدالو فيوجال باسوي. الرسمه دي بتبين لي بقى ازاي ان الاميجدالويد عاملة مع الهايبوثالامس، وازاي ان الاميجدالويد مع الفنترال استرياتم. انا لسه قايل لك فيه ان الاميجدالويد دي خلال الفنترال اميجدالو فيوجال باسوي ادت للثالامس وادت للهايبوثالامس وادت لي فنترال استرياتم اللي هي نيوكليس اكامبينز وبيزال نيوكليس اهيت اللي كانت موجوده في الصفحه السلايد اللي فات مباشره، وبتاخد طبعا من بعد كده بتودي على الدورسال على النيوكليس اوف ذا سوليتري تراكت والدورسال نيوكليس، هما دول مقصود بيهم اوتونوميك كرينيان نيرف نيوكليا، هي دي الاوتونوميك سنترز اللي موجوده في الميد برين. فدي بتوضح لي برضو الكونكشنز بتاعه الاميجدالويد مع الثالامس، وكاتب لك فوق برضو مع الاسترياتم، مش بس دورسال استرياتم، ده مع مين؟ مع الفنترال استرياتم انكلودنج نيوكليس اكامبينز اند سو اون. فالرسمه دي بتبين الكونكشن سواء عن طريق الاستريا تيرمينالس او عن طريق الفنترال اميجدالو فيوجال باسوي. وركزنا كده على ان الاستريا تيرمينالس ادت للكوربس استرياتم، ادت للهايبوثالامس، ادت للهابينولا نيوكلياي، ادت تلو من السبتة اللي ممكن ترجع تاني in the opposite direction، وان الفنترال اميجدالو فيوجال باثوي ده الدالي الثالامس والهايبوثالامس والبيزال نيوكليس والنيوكليس of the diagonal band of Broca ومعها برين ستيم باراسمباثاتيك نيوكلياي. الرسمة دي بترجع تاني بينا وتعيد لي الكورتوكوميديال والبيزولاترال والسنترال، وان الكورتيكوميديال عن طريق الاستريا تيرمينالس ادت السبتا نيوكلياي وادت الهايبوثالامس، مش كاتب بقيه الحاجات بقى، للكوربا استرياتم وهابينولا نيوكليان سون، مركز على السبتا والهايبوثالامس. وان السنترا نيوكلياس عن طريق الفنترال اميجدالو فيوجال باثوي، بص كده ادت لي موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس يعني اوتونوميك سنتر،
وادت لي ريتيكولار فورميشن وادت لي هايبوثالاموس والنيوكليا كاتبهم بتوع الاوتونوميك نيرفس سيستم. اما بص على البيزو لاترال دي بتشتغل اكتر عن طريق الفنترال اميجدالو فيوجل، راحت البيزو لاترال قلنا دي اللي راح لمين؟ للسريبرال كورتكس، كل الاسوسيشن ارياز بتاعت السريبرال كورتكس ومعاها هيبوكامبل فورميشن. طب الرسمة دي احنا عاوزين منها ايه؟ الرسمة الكبيرة دي احنا مش عاوزين حاجة غير انك تبص تحت كده عند الكوكليا ونعرف ان الكوكليا دي عمال تسمع فيها كلام حلو وجميل ويعني كل الكلام الجميل بتسمعه بالإنر إير ويدخل على الإير ويطلع على البرين. في الآخر كده خالص الكلام الجميل اللي انت سمعته يا جميل يا عسولة يا 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 الكلام ده كله في الآخر أثر على مين؟ على البيهيفير، على الأوتونوميك نيرفس سيستم، على الإندوكراين، وبالتالي ده ايموشنال ريسبونس. كل اللي انت سمعته من الكلام الجميل ده في الآخر بيترجم عن طريق بقى الباسوي من خلال الليمبيك سيستم and so on ليور بيهيفير ان ريسبونس تو ذيس ستيمولاي، وبيأثر في النهاية على النيورو إندوكراين سيستم عن طريق الاستيمولاي. فالسماع بتاع الكلام الحلو ده في الآخر autonomic nervous system, endocrine nervous system and the behavior, والbehavior عن طريق الموتور سيستم. ودي اخر حاجة هنقولها في المحاضرة، ازاي ان النيوكليات ديت الاميجدالويد وكل الليمبك سيستم بيأثر على النيورو endocrine system and your motor behavior or physical expression of the this stimuli. حطيت لك الرسمة دي جايب لك الأميجدالويد كده في النص، وأدي الإيموشنال استيمولاي نفس الكلام اللي هناك. وإيموشنال استيمولاي مش بس بالسماع، ده سنسوري استيمولاي أيا كانت، يا يونيمودال سنسوري أسوسيشن إيريا يا بوليمودال. ويونيمودال زي ما أقول لك موتور أسوسيشن إيريا، أقول لك مثلا فور إكزامبل ديس ذا أوديتوري أسوسيشن إيريا، يعني لها فانكشن واحدة. دي primary sensory association area، دي برضو unimodal. polymodal يعني area فيها أكتر من يعني auditory association و visual association و sensory association زي بتاع الفيرنيكس area، حتى أنت بتفهم بيها. ما هو الفهم ده برضو عبارة عن sensory association. كل الأرياز دي بتودي على الأميجدالويد بودي، على الأميجدالويد بودي، وبتحكم فيها الإيموشنال ستيمولاي، وفي الآخر تطلع على تبان على السيرفس عليك من بره كده as emotional behavior أو autonomic response أو endocrine response. مجرد الكلام الحلو والحاجات الكويسة تلاقي الendocrine response بتاع البودي كله تغير، الautonomic response برضو تغير، and your behavior is also changed. وبالتالي بص كده ده organization كل الكورتيكال والسبكورتيكال areas ومعهم الأميجدالويد are important in emotional behavior. الأميجدالويد بيجي لها unimodal ومultimodal stimuli من كل الأرياز، وعن طريق الثالاموس وعن طريق الأولفاكتوري أريا والبيريفورم أريا وحتى visceral gustatory information اللي طالع الفيسرال sensation. لو واحد عنده مغص، مجرد عنده مغص تلاقي شكله تغير، وكل ده عبارة عن sensory أو كلها types of sensation وصلت فوق للأميجدالويد وبعدين تظهر عليك على الإندوكراين أو الأوتونيميك أو your behavior and so on. الأميجدالة طبعا involved in emotion and their overt behavioral expression. عندك مغص هتعمل ايه؟ طب مبسوط هتعمل ايه؟ سمعت ان جيجون هتعمل ايه؟ The amygdala receives extensive information from different cortical areas. والأميجدالة عارفة طبعا الإيموشنال كونتنت أوف ذيس إكسبيرينس، والأميجدالة تطلع قلنا على البيهيفير وعلى كل السيستمز بتاعت البودي. الأميجدالة مع الهايبوثالاموس والفنترال استرييتم لقوا إن لهم علاقة بالمود ديسوردرز انكلودينج ديبريشن انكزايتي اند سبستانس ابيوز. مهمة جدا الديزيزز دلوقتي، معظم النيوروسايكاتريك ديزيزز لقوا انه داخلها علاقة بالأميجدالويد
نيوكليس مش بس الاميجدالويد بالهايبوثالاموس and the ventral striatum. انا قلت ventral striatum nucleus accumbens and other structure. ده حتى الاميجدالويد تتعرف على الافكتيف مينينج اوفيشال اكسبريشن. لو انا بكلمك كده وباين على وشي التجهم انت هتعرف ان انا قصدي ايه من المنظر اللي انا بتكلمه ده، وبعدين قصدي ايه ده بيتكلم بالراحه ده بيتكلم ببطء and so on. وبالتالي بقول لك اكسبريشن بتاع الفيسز اللي يعني لا يتفاعل مع المحاضره ولا يتفاعل مع الكلام اللي بنقوله، يبقى عنده حاجه في الاميجدالويد كومبلكس. وهنقول في الاخر بعض التفاصيل في الريسنت بيبرز ريجاردنج ذا اميجدالويد كومبلكس، هنخليها للاخر قبل اخر المحاضره. نبدا بالاريا الثانيه وهي سيبتال ريجون. شباب لو في حاجه كومنت نسمعه. منى بركات ما فيش اسئله خالص؟ هي منى بتعتذر النت فصل عندها يا دكتور. طيب يعني انت بتسجلي يا علا؟ انا مع حضرتك. او النبي علا تسجل محاضره وانا بسجل معنا... يا دكتور حكمه تقلقش. طيب ماشي. اسراء ونانسي الضيوف الاعزاء، لا تمام يا دكتور، تسلم ايدك يا رب. طب الله يخليك الله يخليك. دكتوره وفاء معاك يا دكتور سيد، الله ينور، والله تجميع جميله جدا بصراحه يعني. الله يخليك، ده لسه احنا كتير لمعلومات ربنا يخليك. الله يخليك يا دكتوره، ده يعني كله من ذوقك. نبدا بالسيبتال ريجون. يعني ايه كلمه سيبتال ريجون؟ اما بص على الرسمه ديت هلاقي فيه انا داخل كده ديس الدسبلينيوم اوف كوربس كالوزم، سوري جينيو اوف كوربس كالوزم وبودي وسبلينيوم، يبقى ده الجينيو. والمنطقه اللي قدامي دي كده اذا كان روستراوم اوف كوربس كالوزم. نبص تحت نلاقي خطين، الخطين اللي انا ماشي عليهم ادي واحد وادي الثاني، الاثنين دول انتيرير اند بوستيرير بار اولفاكتوري سالكاي. يبقى anterior par olfactory sulcus و posterior par olfactory sulcus. موجود بينهم اثنين جايراي، ادي وان جايرس واخد اللون الاخضر وان جايرس واخد اللون البرتقاني ده. الاثنين جايراي الاخضر اللي ورا ده paraterminal gyrus paraterminal gyrus، والاخضر اللي قدام ده عبارة عن subcallosal area او par olfactory gyrus بار اولفاكتوري جايروس او سبكالوزال اريا. يبقى في عندي اثنين جايراي واثنين سالكاي. نمره واحد ده الاخضر ده كان بارا تيرمينال جايروس. ناخد بالنا ان الانتيريور اند انتيريور بارت اوف ذا بارا تيرمينال جايروس از كولد بري هيبوكامبال روديمنت. بري هيبوكامبال روديمنت عشان ساعات يقول لك بارا هيبوكامبال بارا تيرمينال جايروس انكلودنج ذا بري هيبوكامبال روديمنت، يبقى عرفناهم ان هي كلها اريا واحده، نمشي على بارا تيرمينال جايروس وكفايه. الاريا اللي قدام سب كالوزال اريا اور بار اولفاكتوري جايروس، هما الاثنين ارياز دولت ار انكلودد اندر ذا تيرم سيبتال ريجون، واحيانا يستخدموا واحده بس فيهم. المهم احنا عرفنا اسامي الاثنين بارا تيرمينال and subcallosal area. الباراتيرمينال جايروس الرسمه ديت ده كده anterior وده كده posterior وده genio of corpus callosum، والمنطقه ديت اللي كان فيها بقى الروستروم of corpus callosum and so on. بص كده ادي anterior par olfactory sulcus واللي وراها دي subcallosal area، وبعدين posterior اللي واخد اللون الاخضر دي كده هي ديس ذا بارا تيرمينال جايروس. فالخضره دي بكررها كلها بارا تيرمينال جايروس. بص كده اللي انا زودته البارا تيرمينال جايروس كونتينوس اباف وذ ذا انديوزيوم جريزيوم. هو البيلو ات ريسيف ذا ميديال اولفاكتوري ستراي. ديس ذا اولفاكتوري بال. ديس ذا اولفاكتوري تراك. ميديال اولفاكتوري ستراي والثانيه دي لاترال اولفاكتوري ستراي. هي الميديال اولفاكتوري ستراي اللي انا ماشي معاها اهي راحت على البارا تيرمينال جايروس. وانا بتكلم وبقول في عندي الهيبو كامبس وكان ميديال له الدنتيت
وبعدين يطلع منه جايروس فاشيولاريس، والجايروس فاشيولاريس بيكمل فوق الكوربس كالوزم بواسطة انديوزيام جريزيام وفي وسطها ميديا الاندلاترال اولفاكتوري سترايب. هي الانديوزيام جريزيام يتن لافف فوق الكوربس كالوزم المسافة دي كلها كلها، ويجي بقى يكمل هنا مع مين؟ مع الباراتيرمينال جايروس. يعني كل الاولفاكتوري ستراكشرز كلها بقت كونتينوس باند من اول كده ما ندخل على الميديا الاولفاكتوري سترايب باراتيرمينال جايروس، وبعدين تلف كده بقت انديوزيام جريزيام، ولف مع الانديوزيام جريزيام دخلت على الجايروس فاشيولاريس وكملت على الدنتيت جايروس والهيبوكامبال فورميشن. فعارفين كده ان الباراتيرمينال جايروس is continuous with the induzium gyrisium وcontinuous anterior اللي مع مين؟ مع الميديال والفاكتور استراي، عشان ما نقول الكونكشنز بعد كده. قلنا ان في بعض الوركرز بيقولوا ان الباراتيرمينال جايروس ده هو عبارة عن طبعا including the prehippocampal rudiment. البراهيبوكامبال جايروس ده هو السبتال اريا، وبعضهم بيقول ان السبتال اريا والسبكالوزال اريا الاثنين مع بعض بقوا سبتال اريا، سواء كانت واحدة أو اثنين احنا عرفنا مكانها فين. This is the so-called septal area، سواء قلت هما واحدة أو اثنين، وموجودة تحت الجينيو والروسترم of the corpus callosum، وموجود فيها مجموعة من النيوكلياي بنسميهم septal nuclei، والseptal nuclei عددهم أربعة on each side، عبارة عن dorsal وventral وميديال وكودال. دورسال وفنترال واحدة فوق واحدة تحت، وميديا الواحدة قريبة من الميدلاين وكودا الواحدة بعيدة هنا. المهم أيا كان they are grouped under the so-called septal nuclei. بعض الكتب مقسم منهم ميديا and lateral only، سواء دي أو ديت في عندنا group of nuclei بسميه septal nuclei، والأريا دي بنسميها septal region، واللي هي من الconnections بتاعتها. رجعوا بقى كلاسيفيكيشن تانية، قال ان السبتال ريجون مش بس المنطقة دي كده اللي فيها الجايراي، لا ده في اريا طالعة في السبتم بيليوسيدم نفسه، يعني اريا في وسط السبتم بيليوسيدم موجودة في السبتم بيليوسيدم برضو تبع السبتال اريا. فقسم السبتال اريا الى بريكوميشورال سبتم المنطقة اللي تحت وسوبرا كوميشورال سبتم، يبقى دي برضو كلاسيفيكيشن بريكوميشورال وسوبرا كوميشورال. معناها ايه؟ معناها ان السبتا نيوكليا مش موجودين هنا بس، ده السبتا نيوكليا ممكن يكونوا موجودين وزن ده سبتم بيليوسيدم في داخل السبتم نفسه. السبتم بيليوسيدم ما يعتبرش يعني حاجه هوايت مطر وملوش فانكشن، لا ده عند الانتيرو بارت بتاعه فيه جزء من السبتا نيوكليا بريزنت ان دي سيل. والسبتال اريا قلنا كونتينوس مع الميديال والفاكتور استرايا، والسوبير اللي مع الانديوزيام جريزيام زي ما اتفقنا. طيب السبتال نيوكليات دول بيجي لهم افرنت فايبرز منين وبيودوا افرنت فايبر لمين؟ السبتال نيوكليات بيجي لهم نمره واحد فروم ذا ميديال والفاكتور استرايا، ما انا قلت لك هنا دي السبتال اريا وداخل عليها الميديال والفاكتور استراي، يبقى نمرة واحد والفاكتور تراكت ثرو ذا ميديال والفاكتور استراي. نمرة اثنين السبتال اريا ديت كان بيجي لها فروم ذا اميجدالويد، ده انا لسه قايل الاميجدالويد ماشيه كده وعطيان استراي تيرمينالس، والاستراي تيرمينالس جت هنا وراحت انتهت على السبتال اريا والانتيرو ريجون والانتيرو بيرفوريتد سبستانس. فالسبتال اريا برضو ريسيفز افرنت فايبر فروم ذا اميجدالويد نيوكليس، يبقى ده نمره 2 فروم ذا اميجدالويد نيوكليس ثرو ذا سترايا تيرمينالس. نمره 3 السبتال اريا دي برضو ريسيفز افرنت فايبرز فروم ذا هيبوكامبس، ذيس از ذا هيبوكامبس، والفايبرز بتاعته هنتكلم على الكلام ده ان ديتيلز بعد شويه. هلاقي الهيبوكامبس طالع واداني الفورنكس، والفورنكس هنا برضو بيجي ويتقسم الى جزئين، جزء منه بينتهي على السبتال اريا او السبتال نيوكلياي بسميها بيري كوميشورال كومبوننت اوف ذا فورنكس. يبقى معنى كده ان السبتال اريا بيجي لها من ثلاثه ارياس، نمره واحد والفاكتوري تراكت ثرو ذا ميديال والفاكتوري استراي، نمره اثنين اميجدالويد نيوكليا ثرو ذا استراي ترمينالس،
ونمرة ثلاثة from the hippocampus through the fornix، وده يتقال بالتفصيل ازاي بيطلع من ايه من الهيبوكامبس ويمشي على الفورنكس ويجي هنا على السبتالاري. طيب الثلاثة سايتس دول راحوا على مين؟ راحوا على السبتالاري. طب السبتالاري هتودي على فين؟ نشوفها. الافرنت فايبر فروم ذا سبتالاري ترجع كده، بص ماشي، شوف الخط اللي انا همشي عليه ده، اللي انا مشاور عليه ده، من السبتالاري ترجع ثرو ذا سترايا ميدولاريس ثلاماي او سترايا هابينيولاريس تو ذا هابينيولار نيوكليس، وده عباره عن المين كونكشن من الفايبرز طالعه من السبتال ريجون رايحه على الهابينيولار نيوكليس. بس these are not the only connection، لان في كونكشنز ثانيه طالعه برضو من السبتال ريجون، هنجيب لها مع الريفرنس بتاعها مكتوبه كده. الافرنت فايبر فروم ذا سبتال نيوكلياي بروجكت، نبص على الرسمه، this is the septal region، شوف اللي باللون الاخضر ده، this is the stria habenularis او stria medullaris thalami اللي ماشي على ال upper border of the medial surface of the thalamus وراحت على الهابينولار نيوكليا، دي نمره واحد. ده septal region برضو بتمشي خلال الميديال فور برين باندل، this is the medial فور برين باندل، وتوصلها على الهايبوثالاموس اند ميد برين تيجمنتوم. سمعنا الميديال فور برين باندل دي فين؟ سمعناها برضو عشان نوفر الوقت هنقولها على طول. من ضمن الافرنت كونكشنز اوف ذا هايبوثالاموس، هايبوثالاموس كان يقول لك الهايبوثالاموس ريسيفز افرنت فايبرز فروم ذا سيبتال ريجن، فروم ذا اوربيتو فرونتال جايراي، from the piriform cortex، يعني من ثلاثة areas، والثلاثة areas دولت بيعدوا خلال الميديال فور برين باندل to the anterior part of the hypothalamus. لو رجعنا الكونكشن كده بتاعت الهايبوثالاموس، كلنا فاكرين الهايبوثالاموس كان بيجيله منين؟ من الاميجدالويد ومن الهيبوكامبس ومن التجمنتم of the midbrain ومن other areas، وكان من مهم الاريز المهمة جداً على الرسمة بتاعتي كده، لو بصيت على الكتاب تلاقيها قدام، ان هو ريسيفز من السبتال اريا والاوربيتو فرونتال والبايريفورم عشان تدخل على الهايبوثالاموس. فمهم جدا الكونكشن بتاعت الميديال فور برين باندل، فالسبتال اريا بتودي على الهايبوثالاموس ثرو ذا ميديال فور برين باندل، ومش بتروح بس الهايبوثالاموس بقى، بتروح برضو لعند الميد برين تيجمنتم اللي هي الاريا بتاعت البيري اكويداكتال جراي ماتر. نمرة ثلاثة في الكونكشن بتاعت السبتا النيوكلياي، تطلع فايبر تمشي خلال الفورنكس. الفورنكس أنا لسه ما قلتش الفورنكس، الفورنكس ده هو المين افرنت باثوي اللي طالع من الهيبوكامبس. الهيبوكامبس كل ده كده اللي طالع منه، اللي طالع منه كل ده فورنكس، هيجي على السبتا الاريا وبياخد ايه فايبرز برضو طالعة من السبتا الاريا رايحة مرة تانية على الهيبوكامبس. يبقى ناخد بالنا ان الفايبر بتاعت الاستراي ترمينالس جاية من الأميجدالويد وراح على السبتة، أو من السبتة للأميجدالويد، والفايبرز برضو بتاعت الفورنكس واخدة من الهيبوكامبس للسبتة، ومن السبتة الراجعة مرة تانية على الهيبوكامبس. يعني الاستراي ترمينالس والفورنكس الاثنين ماشي فيهم فايبرز افرنت اند افرنت فايبرز، فركز على الاثنين دول ونعرف عشان نحفظ السبتا ريجون بتودي على فين افرنت فايبر. انا قلت السبتا ريجون دي ريسيف افرنت فايبر من ثلاث اماكن اللي هم الفاكتوري واميجدالا وهيبوكامبس، يبقوا ثلاثه، وبتودي افرنت فايبر على ثلاثه، والثلاثه عشان ما تنساهمش بيبداوا بحرف الاتش. السبتا الاريا بتودي على الهابينولا نيوكلياي نمره واحد، على الهايبوثالاموس نمره اثنين، على الهيبوكامبال فورميشن نمرة 3. يبقى الثلاثة بتوع حرف الاتش دولت هايبوثالاموس وهابينولار نيوكلياي وهيبوكامبس، الثلاثة these are the three areas that receive efferent fibers from the septal region. الريفرنس ده برضو اللي انا ناقل منه الكلام ده، كاتب لك ان السبكالوزال والبارا تيرمينال including within the septal area. septal area مش only one area ولكنهم عبارة عن two areas مع بعض. نتمنى كده الافرنت والافرنت بتوع السبتال اريا وصلوا لنا. وصلوا دكاتره؟
تمام يا دكتور. نبدأ بقى الجزء برضو كابنت شوية ده هيبو كامبل فورميشن. What is meant by hippocampal formation وازاي الهيبوكامبس ده عبارة عن كله جزء واحد من قدام لورا جاي من عند السبتة الاريا هنا موجود والبارا تيرمينال ولافف عامل لفوق انديوزيام جريزيام وجاي هنا بقى هيبوكامبس ودنتيت and so on. يبقى هو develops in relation to the medial surface of the cerebral hemisphere during embryonic life. During embryonic life كان فيه this is the corpus callosum كان عندي ventricular system هو الجزء ده اللي هو الهيبوكامبال فورميشن بيبقى develop in relation to the ventricular system او بالتحديد in relation to the lateral ventricle. بعد ما بيحصل development بيظهر الاول الventricle وبعدين يبدأ يظهر الكوربس كالوزم ده in relation to the inferior horn يعني تحت الجزء بتاع أو فوق الفنتريكل وبالتالي الجزء ده بيبقى موجود in between these two areas. كل ما يحصل marked development of the corpus callosum وهيزيد في السايز والفايبرز تزيد جاية من الرايت للليفت ومن الليفت للرايت يحصل إن this part of hippocampal formation will decrease in size. يبقى كل ما الكوربس كالوزم يزيد الجزء ده من الهيبوكامبال فورميشن يقل. طب تحت كده الدنيا واسعة والكافيتي بتاعت الفنتريكل كلها مفتوحة for the development of the hippocampus وبالتالي الهيبوكامبس هنا بيزيد في السايز وتلاقيه واخد معظم الفلور and medial wall معظم الفلور والميديال wall of the inferior horn of the lateral ventricle. فالهيبوكامبال فورميشن during embryonic life كان كلها C-shaped structure continuous من الانتيرور للبوستيرور. الجزء اللي فوق during development of the corpus callosum it will be markedly decreased in size والجزء اللي موجود في الانفيرور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل هيبقى markedly increased in size. اللي increased in size ده يديني الهيبوكامبس ويديني الدنتيت واللي decreased in size هيديني remnant of the hippocampal formation which is called induzium gyrisium ومعها medial and lateral olfactory stripe. فكده فهمنا الانديوزيام جريزيام دي جاية منين. It is a remnant of hippocampal formation or the part of the hippocampal formation that was present in relation to the corpus callosum during development. Okay. يبقى this is the induzium gyrisium وموجود فيه قلنا الانديوزيام جريزيام عبارة عن layer of cortex وموجود جواها medial and lateral olfactory stripe. This is the embryological origin of hippocampal formation and induzium gyrisium. ادي الانديوزيوم جريزيوم التو باندس اللي هم موجودين دولت عباره عن ميديال ولاترال لونجيتيودنال باندس موجودين جواهم. الاثنين دولت ميديال ولاترال والناحيه دي برضو ميديال ولاترال بس الاثنين ميديال مقربين على بعض فهنا ميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا وعلى الناحيه الثانيه برضو ميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا on each side of the midline. نركز بقى بدام قلنا كلها كانت جزء واحد وكلها continuous during development وبالتالي this is the induzium gyrisium بص عليه كده هلاقيه continuous مع gyrus fasciolaris هنا والgyrus fasciolaris اما كمله كده هيبقى continuous مع الدنتيت والدنتيت ده جزء من الهيبوكامبس بقى هيبوكامبس ودنتيت وجايرس فاشيولارس ودي انديوزيام جريزيام وقدام بقى عندي this is the paraterminal gyrus. يبقى كده عرفنا ان الجزء ده كله during development عبارة عن continuous with each other. فالانديوزيام جريزيام دي نقول continuous anteriorly with the paraterminal gyrus وcontinuous posteriorly with the gyrus fasciolaris والgyrus fasciolaris ده continuous with the
دنتيت، والدنتيت ده جزء من الهيبوكامبس زي ما هنقول بعد شوية. ادي الانديوزيوم جريزيوم والرسمة اللي انا عاملها كده على الكوربس كالوزم وحطتها في الكتاب من 15 سنة. This is the endosium gerizium and how the endosium gerizium is continuous anteriorly with the paraterminal gyrus. والendosium gerizium continuous posteriorly مع الجيرس فاشيولاريس، والجيرس فاشيولاريس continuous مع الدنتيت and hippocampus. وهو ده الendosium gerizium above the corpus callosum على نفس الرسم، هو ده الendosium gerizium. والendosium gerizium عبارة عن كورتكس وماشي فيه هوايت مطر، والهوايت مطر بنسميها ميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا. وكده وصل لنا المفهوم ان الانديوزيوم جريزيوم والميديال اند لاترال لونجيتيودنال استرايا ار امبريولوجيكال ريمينانتس اوف ذا بارت اوف ذا هيبوكامبال فورميشن ذات ووز بريزنت اباف ذا كوربس كالوزم. واضح ان في ماركت ديفلوبمنت في الريجن بتاع الانفير هون. كل الكبير ده الضخم اللي انا بشاور عليه ده، كل ده دي سده هيبوكامبس باجزائه، وبيبقى موجود على الفلور والميديال وول. واخد لي الجزء ده فلور وميديال وول، مش بس فلور، فلور وميديال وول اوف ذا انفيرير هورن اوف ذا لاترال. وهو طبعا هنا لانه بيست ديفلوبد ان دي سيري. طيب خد بالك، بص كده، هيبوكامبس دي ستيرم انكلودز ذا دنتيت، يعني الدنتيت جزء من الهيبوكامبس. ده كورونال سيكشن تاني خلال الانفير هور اوف ذا لاترال فنتريكل. والكبير ده كله، كل الدماغ الكبيره دي كده، كل ده عباره عن هيبوكامبس باجزائه. لحد هنا كده انا ماشي، كل ده هيبوكامبس، هنجيب صوره بالتفصيل. والجزء ديت لها اسم تاني سب ايكولام، وبعدين الجزء اللي بره ده بارا هيبوكامبال جايروس. فبارا هيبوكامبال جايرس ده اللي انت بتشوفه عند البيز اوف ذا برين، تخش كده بدبوس يبقى انا خبطت مين جوه؟ ديس ذا هيبوكامبس. طبعا اللي داخله دي كده كلنا عارفينها، ديس ذا كورويد بليكسس. وقلنا واحنا بنشرح الفنتريكولار سيستم ان الميديال ايدج بتاعه الانفيرور هورن بتبقى ديفيشنت. There is no neural structures present in this area. When this area is formed only by ependyma invaginated by the choroid plexus, يبقى this is the choroid plexus of the inferior horn of the lateral ventricle. وبالتالي الحتة اللي داخلة فيها دي الجزء ده بسميه choroid fissure. فعرفنا كده فين الكورويد fissure في الانفيرور هورن. الكورويد fissure موجود above ده كوربس كالوزم، وتحت طبعا يبقى واخد بقيه من اول الاوبتيك تراكت وراجع ورا للاخر، كل الاريا دي بنسميها كورويد فيشر. يبقى عرفنا الكورويد فيشر موجود فين؟ في الانفير هون. برضو لو جينا على الرسمه دي، ده كده الناحيه دي ميديال والناحيه دي لاترال، برضو نفس النظام. لو جينا الناحيه دي كده ميديال والناحيه دي لاترال، بص على الاس شيب ده شكلها عامله زي الاس. دي سد هيبوكامبس سب ايكولام وبارا هيبوكامبال جايروس، كل ده هنقوله بالتفصيل بعد شويه. اظن واضحه جدا الصوره ديت ان السريبرال كورتكس اللي موجود والمنطقه دي كورويد فيشر، كل المنطقه دي كده دي سد هيبوكامبس. والجزء ده بنسميه سب ايكولام، واللي بره ده بارا هيبوكامبال جايروس. وإن اللي موجود above the hippocampus this area is called choroid fissure. وبعدين نيجي بقى على الهيبوكامبس نفسه، بص على المنطقة دي متقسمة إلى CA1 وCA2 CA3 وCA4. ده يعني CA1 دي اختصار كلمة كورني أمونس. كورني أمونس ده اللي عامل زي شبه فرس البحر كده. فالحته ديت كده لو بصيت على دي باينه من الميديال اللي انت شايف الاس شيب ده، الحته دي عامله زي الراس بتاع فرس البحر، وبالتالي هو دي اللي بيسميها كورني امونس. وقسموها لسي اي 1 كورني امونس 1 وكورني امونس اريا 2 وبعدين اريا 3 واريا 4، والارياز دي كلها سي اي 1 و2 و3 و4
كل المنطقة دي related to consolidation of memory. هي دي اللي عشان تحفظ وتذاكر والكلام يدخل وتجيبه كده بعد فترة لازم يدخل يتحط عندك ويتخزن في CA1 وCA خصوصا CA3 دي أهم الأرياز اللي بتخزن فيها المعلومات عشان وبعد كده ترجعها من اللونج تيرم ميموري إلى شورت تيرم ميموري. الكورني أمونس ده اللي هو CA1 و2 و3 و4 This is called hippocampus proper. Hippocampus proper. الجزء اللي واخد لون مختلف تحت ده هو ده اللي بنسميه دنتيت جايروس. هنا لو بصيت تحت واخد اللون الأخضر ده هو الأخضر ده عبارة عن دنتيت جايروس. يعني جايروس موجود medial to the hippocampus proper. بكررها تاني كلمة proper لأن لما أقول hippocampus واسكت يبقى hippocampus زائد الدنتيت. وفي ناس بتقول hippocampus ودنتيت وسب ايكولام بقوا التلاتة areas مع بعض are included within the term hippocampus. فده كده عبارة عن hippocampus proper البرتقاني. البرتقاني الغامق ده this is called dentate gyrus وده موجود تحت الأبر بارت على طول بتاع الهيبوكامبس بروبر وميديا له هنا واخد اللون الأخضر اللي تحت This is called dentate gyrus. وطبعا الفيشر اللي فوق ده بكررها تاني كورويد فيشر. الفيشر اللي أنا داخل عليه ده هيفصل لي بين المنطقة اللي فوق This is called the upper limb upper limb of the hippocampus including dentate وده كده middle limb واللي تحت ده عبارة عن lower limb. يعني كأن الهيبوكامبس نفسه قسمته إلى ثلاث أجزاء جزء واخد لبني فاتح والجزء ده الأصفر ده والجزء الثاني ده عبارة عن three areas. الأريا دي this is the upper limb of the hippocampus وده middle limb بسميه subequilum وده lower limb بتاعه اللي بنسميه parahippocampal gyrus. كل دول كده المنطقة دي بتاعت الهيبوكامبس. أدي فيشر موجود فوق كورويد فيشر. في فيشر بيفصل بين الأبر لمب والدنتيت وبين الميدل لمب أوف ده هيبوكامبس ده بنسميه هيبوكامبل فيشر وهجيب لك صورة له يبان فيها فين الكرويد فيشر أبوف والهيبوكامبل فيشر بيلو. طيب نرجع للدنتيت. ده سده دنتيت اللي واخد اللون الأزرق ده وبما إن الدنتيت الميديال إيدج بتاعته كده سريتد السريتد ده كل ده This is the dentate gyrus. يبقى dentate gyrus lies medial واضح كده على الرسمة إنه medial بيظهر medial to the hippocampus proper. This is the hippocampus proper بأجزائه. Cornea munis 1 و 2 و 3 و 4 وكده. طيب لو بصينا على dentate gyrus This is the dentate gyrus اللي هو الشرط دي كده. الانتيرور اند بتاعت الدنتيت continuous with the uncus. هي المنطقة دي فيها الأنكس بتاع temporal loop of the brain والposterior end بتاعت الدنتيت continuous with the gyrus fasciolaris. نرجع تاني الدنتيت continuous anteriorly with the uncus و continuous posteriorly with the gyrus fasciolaris. أنا قلت لك لازم كله عامل لي continuous circle ماشية مع بعضها. نرجع تاني بقى للكلام اللي أنا كنت بقوله upper limb و middle limb و lower limb. middle limb اللي هو الجزء ده اللي فوق الأبر لمب ده سميته كورني أمونس أو هيبوكامبس بروبر وميديال تو إيت دنتيت والأبر لمب سيباريتد عن الميدل لمب باي هيبوكامبل فيشر أو سالكس. الميدل لمب بنسميه سب إيكولام وسب إيكولام لأن لقوا فايبرز معينة طلع من السب إيكولام لها ترمينيشن معين وفايبرز طلع من الهيبوكامبس بروبر ولها ترمينيشن معين فهم كده مش قسموهم هابازارد ده قسموهم عشان كل واحدة لها فايبرز طالعة منها ولها ديفينيت ترمينيشن فنعرف ان الميدل لمب ده بنسميه سب ايكولام. والسب ايكولام ده هيستولوجيكالي بيفرق عن الكورني امونيز المنطقة اللي فوق هيبوكامبس بروبر والبرا هيبوكامبال جايز لانه لقوا ان الاريا دي عبارة عن ترانزيشنال زون بين الكورتكس اللي برا اللي فيه 6 لايرز والكورتكس اللي جوه اللي هو formed of only three layer يعني three layer hippocampus ماشي
دي هنا 6 لاير بارا هيبوكامبال جايروس، الترانزيشنال اريا ان بتوين اللي بنسميها سب ايكولام، فهو هيستولوجيكالي وفانكشنالي دي ار كوايت ديفرنت. واضح ان الهيبوكامبس بقى جاي كده وكان بيحتل كل المكان بتاع الانفير هورن اوف ذا لاترال فنتريكل، والانتيرور اند بتاعته بنسميها بيز هيبوكامباي عامله زي الفوت، يبقى دي سد بيز هيبوكامبس او بيز هيبوكامباي، وكل ده هيبوكامبس. وبعدين الدنتيد جايروس كان ميديال تو ذا هيبوكامبس. الفايبرز بتاعت الهيبوكامبس شوف كده طالعه منه الافرنت فايبر، واول ما اتجمعت على السيرفيس سميناها الفياس. فالالفياس ديت عباره عن افرنت فايبرز ارايزنج فروم ذا هيبوكامبس. والفايبر لما سابت الهيبوكامبس وتحركت مور ميديال، مور ميديال اهو تلاقي اللون الاحمر هنا حته صغيره، وبعدين اللون الاحمر هنا حته كبيره، الحته الكبيره دي سكول دي فيمبريا. فالافرنت فايبر فروم ذا هيبوكامبس الاول نسميها الفياس، وما تسيب الهيبوكامبس وتطلع نسميها فيمبريا. ماشي معايا كده؟ دي سد هيبوكامبس، واللي طالعه هنا بسميتها فيمبريا، والفيمبريا تديني بقى الفورنكس. يبقى انا عرفت اصل الفورنكس طالع ازاي. الجزء اللي ورا ده بنسميه كراس اور بوستيرور كولمن اوف ذا فورنكس، والجزء اللي فوق ده بودي اوف ذا فورنكس، والجزء اللي قدام انتيرور كولمن اوف ذا فورنكس. فكده عرفنا ازاي الفورنكس بيتكون. These are fibers from the hippocampus، وعلى السيرفس سميناها الفياس، اتجمعت وبدات ميديال، بقى مكانها ميديال سميناها فيمبريا. طلعت الفيمبريا اهي، لو بصيت هنا ده بدايه الفيمبريا ميديال تو ذا هيبوكامبس، وبعدين تعمل لي كراس اوف ذا فورنكس، بودي اوف ذا فورنكس، انتيرور كولمن اوف ذا فورنكس. طيب نرجع تاني للدنتيت اللي كنا بنقول عليه ميديال. ادي الدنتيت المشرط ده برضو كان على الرسمه بتاعتنا، الدنتيت ده موجود ميديال تو ده على الميديال مارجن بتاعه الهيبوكامبس، وبيبقى الايدج بتاعته سريتد، عشان كده سميناه دنتيت فايروس. الدنتيت كان كونتينوس مع التيل اوف ذا، او التيل اوف ذا دنتيت نفسه، كنا قلنا كونتينوس هنا هوت في المنطقه ديت انتيرولي، وواصل لحد منطقه الانكس. فالدنتيت قلنا بيمتد لحد الانكس، الجزء اللي هو تحت الانكس ده بسميه تيل اوف ذا دنتيت، عشان بس لو سمعت كلمه تيل اوف ذا دنتيت يعني ايه. ده السبب ان حطوا الانكس في الاول خالص، اما قلت لك السنجيوليت والسبلينيوم والبارا هيبوكامبال والانكس كلهم تبع الليمبك سيستم، لان في جزء من الدنتيت واصل لحد الانكس ونازل تحتيه، وده اللي بنسميه تيل اوف ذا دنتيت نيوكليس. الرسمه دي بتبين لك فين البارا هيبوكامبال جايروس، فين الهيبوكامبس، فين الدنتيت جايروس، وميديا للدنتيت يبدا للفايبرز اللي سميناها الفياس، والالفياس ادتنا الفيمبريا، والفيمبريا كملت لي بقى بتسمتها ايه فورنكس، والفورنكس جاي قدامه عطيني انتيرو كولمن اوف ذا فورنكس. هنشوف بقى الترمينيشن بتاعهم يروحوا فين. وبالتالي السؤال المهم، وات ار ذا كونكشنز اوف ذا هيبوكامبس بعد الاستراكشرز اللي احنا قلناه ده كله. هو الهيبوكامبس ريسيفز فايبرز فروم ذا انتوراينال اريا، انتوراينال اريا مينلي. يعني ايه كلمه انتوراينال؟ انتوراينال دي عباره عن الاريا تشمل الانكس والبارا هيبوكامبال جايروس، والفانكشن بتاع الاريا دي والفانكشن كلنا كنا بنشاور للطلبه على الانكس والانتيرو بارت اوف ذا بارا هيبوكامبال جايروس ونقول عليهم اولفاكتوري اريا، هي دي نفس الاولفاكتوري اريا، هي نفسها اللي بنسميها انتوراينال اريا. فانتوراينال اريا هو اختلاف في الترم فقط وليس اختلاف في حاجه تانية، وهنجيب لك بعد شويه ناس كاتبينها انتوراينال اريا. يبقى هو ريسيفز فايبرز فروم ذا انتوراينال اريا، وكاتب لك فروم ذا اولفاكتوري كورتكس انتيرو بيرفوريتد بقى والارياز دي كلها، فروم ذا اميجدال، فروم ذا اميجدالويد نيوكليس، جالهم فايبر برضو فروم ذا من الاميجدالويد، وبياخد برضو فايبرز فروم ذا اوبوزيت هيبوكامبس
يعني من الهيبوكامبس اوف ذا اوبوزيت سايد. ما انا قلت من شويه ان الاميجدالويد كان بتدي فايبر يعدي خلال انتيرو كوميشر، وبرضه الهيبوكامبس يدي فايبر تعدي خلال الانتيرو كوميشر عشان تروح تو ذا اوبوزيت هيبوكامبس. وبعدين فايبرز جايه منين؟ من السنجيوليت. نبص على الرسمه دي عشان نشوف فين الافرنت فايبرز اللي رايحين على الهيبوكامبس. These are the afferent fibers. نمرة واحد from the entorhinal area. كاتب لك برضو ادي كلمة entorhinal area هي. يبقى عندنا الاريا بتاعت الانكس والparahippocampal gyrus كل دي عبارة عن entorhinal area. نمرة اتنين في fibers جاي من فوق، شوف الاتجاه السهم جاي منين، جاي من السنجوليت، ادي اللي نازلة من السنجوليت رايحة برضو على الparahippocampal gyrus and so on. في فايبرز جايه من الاولفاكتوري كورتكس، انا شايفه مشاور كده على السيبتال اريا، ما السيبتال اريا كان جاي لها من الميديال استرايا وهي داخله عليها، وادي البري بايريفورم اريا عند الانتيرو بيرفوريتد سبستنس اند سو اون. ما تسمع بري بايريفورمال وبري بايريفورم وانتوراينال وبارا راينال وبري راينال، كل ديت ار اولفاكتوري ارياز موجوده، كل الارياز دي بتودي على الهيبوكامبس في النهايه. نركز على الانتوراينال اريا اللي هي نمره واحد، نركز على الاولفاكتوري ارياز انكلودنج ذا سيبتال ريجون، نركز على الاميجدالويد نيوكليوس طالعه من الاميجدالويد اللي هي الزرقاء ديت ورايحه بس مش باينه على الرسمه، وطالعه من السنجوليت برضو واضح على الرسمه. يبقى ذيس ار ذا افرنت فايبرز تو ذا هيبوكامبس. طب الافرنت بقى تطلع منه تروح فين؟ نمرة واحد to the opposite hippocampus through the commissure of the fornix. هنشوفها بعد شوية ازاي تعدي الفايبر من الهيبوكامبس وتروح to the opposite side through the commissure of the fornix. طيب دي نمرة واحد، يعني فايبر تعدي الناحية التانية. نمرة اتنين to the septal and anterior hypothalamic region. واضح من على الرسمة فايبر طالع من الهيبوكامبال فورميشن وجاية قدامها السطر او الخط اللي انا ماشي معاه، راح على السيبتال اريا وراح على الانتيرو بارت اوف ذا هايبوثالاموس، يبقى راح للسيبتال والانتيرو هايبوثالاميك ارياز الاثنين. ده ممكن تخش كمان على مين؟ على الثالاموس زي ما هنيجي بعد شويه نقولها. يبقى فروم ذا هيبوكامبس تو ذا سيبتال اريا والثالاموس والهايبوثالاموس. وفي فايبر طالعه بقى طالعه من الهيبوكامبس رايحة على الماميلاري بودي، ما هو الماميلاري بودي برضو جزء منين؟ هو لو بصيت عليه جزء من الهايبوثالاموس، يبقى رايحة للأنتيرو هايبوثالاميك إيريا ده فايبرز، وتروح بالتحديد للماميلاري بودي، لأن بتوع الماميلاري بودي دول هيبقى لهم فانكشن محددة هنقولها بعد شوية، دي بقى اللي بتدخل بعد كده على البابي سيركت. يبقى الرسمة اللي فوق بتبين أفرنت فايبر، وبكررها تاني انتوراينال والفاكتوري اريا واميجدالويد وهيبوكامبس وسنجيوليت، والافرنت فايبر اللي طالعه هتروح على الهيبوكامبس اوف ذا اوبوزيت سايد على السيبتال اريا والانتيرو هايبوثالاميك ريجون، ومور ديفينتلي نزلت على مين؟ على الماميلاري بودي عشان تعمل لي بابي سيركت فيما بعد. انا جبت الرسومات دي بس عشان ابين لك فين الانتوراينال اريا، عشان غريبه شويه الترم بس بعض الناس بتبقى مش فاكراه. This is the entorhinal area وكاتب لك تحتيها بارا هيبوكامبال جايروس، وبعدين بعديها كده بيقول لك ترانس انتوراينال اريا، وبعدين انفيرو تمبورال وتمبورال بول، وادي برضو انتوراينال اريا، واللي واخده اللون ده كده ادي ده السما اللي قدام خالص ده بيري راينال، ودي سماها انتوراينال. فكلمه انتوراينال عرفنا مكانها فين، انقص ومعاها بارا هيبوكامبال جايروس. والرسمة دي برضو نفس النظام، this is the parahippocampal gyrus وكاتب لك تحتها entorhinal cortex. طيب to summarize بقى، عاوزين نقول ان الهيبوكامبس الفورميشن ديت الكونكشن كام واحدة رايحة وكام واحدة جاي. طيب what is meant by hippocampal formation؟ قلنا هيبوكامبس proper نمرة واحد، dentate gyrus نمرة اتنين، subequilum نمرة تلاتة. اتفق على ان الهيبوكامبس بروبر فين هو؟ اللي كان عامل لي كورني امونيز 1 و2 و3 و4، الحته اللي كانت ملونه تحتيه كده ديت دي سداد انتيت جايروس،
والاثنين على بعض دول الأبر لمب، وبعدين الميدل لمب هو اللي كنا بنسميه سب إيكولام. يبقى عرفنا كده what is meant by hippocampal formation، سواء إن قلنا إن هما اثنين components أو قلنا إن هما three components. خلينا على three components. الهيبوكامبال formation receives afferent fibers from، قلنا mainly from the entorhinal area. عرفنا فين الانتوراينال اريا اللي هي موجوده، تبص تلاقي السهم كده طالع من الانتوراينال وداخل لك على منطقه الهيبوكامب. فروم ذا ميديال سيبتال، يعني قلنا من السيبتال ريجون، ونمره 3 فروم ذا سينجوليت. يبقى عرفنا كده الثلاثه ارياز اللي ريسيف افرنت فايبر فروم ذا هيبوكامبس، انتوراينال وسيبتال وسينجوليت. وفي نفس الوقت الهيبوكامبس ده بيدي افرنت فايبر، افرنت فايبر. الافرنت فايبر دي طالعه مين؟ لي ثرو ذا فورنكس. احنا اتفقنا هيبوكامبس يعمل لي دنتيت، ودنتيت يكمل بقى الميديا اللي كان فيه بقى الجزء بتاع الفيمبريا. وما طلعنا بعد الفيمبريا اللي عملت لي الكراس اوف ذا فورنكس وبودي اوف ذا فورنكس وانتيرو كولوم اوف ذا فورنكس. يبقى الهيبوكامبس الافرنت فايبر اللي طالعه من الهيبوكامبس بتمشي خلال الفورنكس. يبقى اللي انا ماشي عليه ده كل ده بنسميه فورنكس. بيروح فين؟ بيروح نمرة واحد to the lateral septal nucleus. بص كده through the precommissural component of the fornix. يعني كلمة بقى precommissural component؟ الفورنكس هو ماشي هنا this is the crust، جاي من ناحيتين right و left، في crust right و crust left، لأن في hippocampus right و left. أما جاي هنا تحت الكوربس كالوزم وعمل لي بودي اوف ذا فورنكس، الاثنين لحموا مع بعض، اتحدوا مع بعض، وما يطلع قدام يدينا انتيرور كولمن اوف ذا فورنكس. الانتيرور كولمن اوف ذا فورنكس لما يجي قدامنا اهو، لركز كده على الالوان الحمراء اللي طالعه من الفورنكس، الا مقسومه جزئين، جزء طالع لقدام وجزء راجع لورا. الجزء اللي طالع قدام ده عدى ان فرونت اوف ذا انتيرور كوميشن. قررها تاني، عند الـ level of the interventricular foramen بيجي الفورنكس يتقسم جزئين، جزء يروح للـ septal region anteriorly، فده بنسميه pre-commissural component of the fornix، وبعدين جزء تاني يرجع كده وينزل تحت ويروح على الماميلاري body، وده بسميه post-commissural component of the fornix. فالخط اللي أنا ماشي معاه جاي قدام ده this is the pre-commissural component of the fornix، وده جزء من الفورنكس اللي هينتهي على السبتال نيوكلياي. الجزء اللي هو pre-commissural component ده الأوريجين بتاعه from the hippocampus، ماشي from the hippocampus. لو جيت بقى كلمة hippocampus وصاب إيكولام، لو إن الفايبر دي طالعة من الهيبوكامبس proper. طيب نيجي على الجزء الثاني من الفورنكس، بيروح فين؟ نرجع تاني this is the fornix، تبع الفورنكس هنا جاي جزء اتقطع قدام، ده اللي راعي السبتة اللي انا قلته، الجزء الكبير ده راعي الماميلاري بودي. الجزء اللي راعي الماميلاري بودي ده عدى behind ده anterior commissure، وده اللي عشان كده بنسميه post commissural component of the fornix. البوست كوميشورال كومبوننت اوف ذا فورنكس ده هي دي اللي بتروح تعمل ريلي على الماميلاري بودي، وبعد ما تعمل ريلي على الماميلاري بودي تطلع تروح على الانتيرو نيوكلياي اوف ذا ثالاموس، ومن الانتيرو نيوكلياي اوف ذا ثالاموس تروح على السنجوليت. يعني عندك ماميلاري بودي ثالاموس بقت ماميلو سلامك، وبعدين الثالاموس يوديها على السنجوليت، والسنجوليت يرجع يجيبها مره ثانيه على الهيبوكامبس. هي ده الجزء اللي بنسميه بابيز سيركت او اناتوميكال لوب بوستيليتد باي بابيز، اند ات از كولد بابيز سيركت، ودي ليها امبورتنت رول ريجاردنج ايموشن. هو بابيز اللي كان جه ده كان سنه 37 ووصف السيركت بتاعته، قال ان هي بيجيننج اند اندنج ات هيبوكامبس، بتبدا في الهيبوكامبس
وبعد ما تلف اللفه بتاعتها تيجي على الفورنكس بوست كوميشنال كومبوننت وتيجي على الماميلاري بودي ترجع على الثالاموس ومن الثالاموس على السنجوليت ومن السنجوليت ترجع تاني على الهيبوكامبس. فهي سيركت واحده تبدا وتنتهي في الهيبوكامبس. يبقى ده الراجل وصفها اولا دي سد اوريجينال بابيز. نبص كده دي سد هيبوكامبس فورميشن فورنكس ماميلاري بودي ثلامك نيوكلياي سنجوليت وده تاني على البارا هيبوكامبال جايز. وقال ان الايموشنز ديت ايموشنال اكسبريشن از اورجانيزد ويزن ذا هيبوكامبس. بتظبط الايموشن بتاعتك وتطلع اساسها طالع منين؟ طالع من الهيبوكامبس واكسبيرينسد باي ذا سنجوليت. ويرجع يحصل لها اكسبيرينسد باي السنجوليت يخليك تحس بيها واكسبريسد باي ذا ماميلاري بودي لان الماميلاري بودي ده جزء بتاع الهايبوثالامس اللي بيعمل لي بعد كده الريسبونس كله طالع من الهايبوثالامس. فالسيركل ديت الايموشن عرفنا بدايته فين ويطلع يروح على السنجوليت ويرجع من الماميلاري بودي والماميلاري بودي هو اللي هيعمل لنا يوصله على الاوتونوميك اوت فلو. هو ده اللي هيأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم ويبين عليك بقى أنك مبسوط ولا مزاجك معدول ولا إيه الإكسبريشنز اللي هيحصل لك ويبين عليك إيه الأوتونوميك ريسبونس to these emotional states. يبقى هي عبارة عن أوتونوميك ريسبونس due to these emotional states be expressed by baby circuit. راجع سنة 52 واحد تاني ماكلين ده زود الموضوع شوية لأن العملية مش بس related to emotion. البابي سيركت ديت اللي كانت بتبدأ بقى من عند السنجوليت بارا هيبوكامبل وقالك بتلف على الصبي كلام وماميلاري بودي وسالاموس وسنجوليت وراح التاني للبارا هيبوكامبل جايرس قالك ان الموضوع ده not only related to emotion وجد ان هو related to memory as well as emotion. ده قال بعد كده ان السيركت ديت بليز امور important role in memory than emotion. ودي الريفرنس بتاعنا. يبقى هي بس not only emotion ولكنها memory more than emotion. طلع الناس بعد كده زودوا بقى في السيركت دخلوا فيها. انا شايف الرسمة كبيرة قوي. ده مش بس بابيز ده جابوا كل اللي حوالين بابيز. طلع بقى دخلها على الهيبوثالاموس ودخلها على البري فرونتال اسوسيشن اريا ودخلها على الفنترال استرييتام ودخلها على السبتا نيوكلياي وعلى الفنترال تيجمنتال اريا ودخلها على الاميجدالويد وعلى الثالاموس. كده وسع دائره البابي سيركت عشان يدخل فيها الليرنينج والميموري والايموشن. نيجي بقى للفايبر باندل اوف ذا ليمبيك ريجون. في أي سؤال في الجزء ده ولا ماشيين؟ لا تمام يا دكتور. الله يكرمك. معانا الدكتورة وفاء ولا أخبارها إيه؟ لا أنا معاك ما تقلقش. الله ينور. وعليك. طولتني شوية بس. لا لا ولا همك. نعتها ثاني والله. لا لا اتفضل. لا في حاجات هتتعاد وأنا ماشي دلوقتي. إيه الفايبر باندل بتاع الليمبك سيستم إن جنرال كله؟ تشمل استرايا ترمينالس ودي أنا شرحتها. شرحنا الاستراي ترمينالس طالع منين وماشية فين وجات عند الليفل برضو بتاع الانتيرور عند الليفل بتاع الانترفنتريكولار فورامن واتقسمت جزئين بري كوميشورال كومبوننت راحت على السبتال ريجون وبوست كوميشورال كومبوننت راحت على الثالاموس. فخدنا الاستراي ترمينالس فضلنا بقى انتيرو كوميشور وفورنكس هنعيده كمان مرة كده ان مور ديتيلز. دكتور السيد نعم بس حابب اقول لحضرتك ان دكتور معانا دكتور امال القطان كمان من جامعه طنطا. دكتوره امال يعني شرفتنا ونورتنا. ده انت منور يا دكتور سيد. الله يخليك يا دكتوره امال. الله يخليك قد ايه معانا دكتوره. ربنا يخليك دكتوره امال. عامله ايه دكتوره وفاء؟ حضرتك انا دكتوره امال يعني الزعيمه الكبيره. العلم كله جاي من اسكندريه وسط اللدن انت وسط الدلتا كله يعني وسط الدلتا يعني واخده طنطا وبنها والمنوفيه والزقازيق كل المنطقه دي تبع الدكتوره امال واحنا بنتعلم منك. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. نبدا بقى بالانتيرو كوميشر. لو دكتوره امال في حاجه يعني يمكن ما حضرتهاش في الاول. جميل جدا. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور.
الليمبك سيستم ده اصله كل ما الواحد يقرأ لازم يحصل فيه حاجة. لا لا كده بعد كده بقت الدنيا واضحة، الأمور واضحة المعالم. أيوة. نيجي على... الله يخليك. نيجي على الأنتيرو كوميشر. والأنتيرو كوميشر مش هنطول فيها، دي كلنا حافظين مكان الأنتيرو كوميشر. مصطفى الأنتيرو كوميشر كلنا بنشوفها، الأنتيرو وهي موجودة قدام واخدة لون أخضر على الرسمة اللي فوق، this is the anterior commissure، ونازل منها بعد كده اللامينا تيرميناليس وصل لحد الأوبتيك كايزما، this is the anterior commissure ولامينا تيرميناليس وأوبتيك كايزما، وكان المنطقة دي فيها هايبوثالامس سالكس وادي ثالامس وادي هايبوثالامس. ده anterior commissure برضو معمولة، ده عبارة عن سيكشن خلال البودي اوف كوربس كالوزم، واللي تحت ديس ده انتيرو كوميشر. هنركز بس على الفايبرز بتاعتها جايه منين. اما كنا بنتكلم على الفورنكس، ده كده فورنكس، وجي هنا اتقسم الى بري كوميشرال كومبوننت وبوست كوميشرال كومبوننت، وده الفورنكس بتاع الناحيه الثانيه بري كوميشرال وبوست كوميشرال. في فايبر تطلع من الانتيرو كوميشر من بري كوميشرال فايبر تعدي الناحيه الثانيه، يبقى هي عباره عن فايبر فروم ذا بري كوميشرال كومبوننت اوف ذا فورنكس. والفايبر برضه احنا كنا قلنا استرايا تيرمينالز برضه وهي طالعه ولفه نفس اللفه وعامله بري كوميشرال وبوست كوميشرال كومبوننت، كان في فايبر برضه بتعدي خلال الانتيرو كوميشر. فالانتيرو كوميشر ده انكلودز اولفاكتوري structures، يعني olfactory structures موجودين على الجنبين، يعني عندك بقى البيريفورم كورتكس والانتوراينال اريا والاميجدالويد، كل الدي فايبرز الفانكشن بتاعتها والفاكشن كلها بتعدي خلال الانتيرو كوميشر تو ذا اوبوزيت سايد، وقلنا في فايبر كانت معديه من هنا وراجعه تاني على الهيبوكامبس اوف ذا اوبوزيت سايد، وكانت راجعه برضو على الاستراي هابينيولاريس اوف ذا اوبوزيت سايد اند سو اون. نرجع تاني موضوعنا للفورنكس ونركز فيه اكتر. الفورنكس كلنا بنشوف العملي دي سد فورنكس، وقلنا طالع ازاي، كان الاول طالع من الهيبوكامبس، وعندنا الاول الكراس او بوستيرو كولمن وبعدين بودي اوف ذا فورنكس وانتيرو كولمن اوف ذا فورنكس، والانتيرو كولمن كان بيتقسم جزئين بري كوميشرال اند بوست كوميشرال. اعتقد الصوره هنا دي سد كراس وده بودي، اما جم عند البودي هنا الاثنين اتحدوا مع بعض، البودي والبودي الاثنين لازقين مع بعض، اما بنرسم السكشن اللي بيعدي خلال البودي اوف ذا لاترال فينتريكل، فالاثنين هنا بيتحدوا مع بعض. بعد ما يتحدوا مع بعض يتقسم كل فورنكس يروح لوحده، يبقى ده انتيرو كولمن اوف ذا فورنكس بتاع وان سايد، وده انتيرو كولمن اوف ذا فورنكس اوف ذا اوبوزيت سايد، يبقى ده هيبوكامبس وطالع منه فورنكس وراجع ورا، وده هيبوكامبس تاني وبرده كراس وجاي كده انتيرو كولمن اوف ذا فورنكس بتاع الناحيه. قبل الاثنين ما يلحموا مع بعض ويدوني بودي اوف ذا فورنكس بيحصل ان في كوميشورال فايبر طالع فروم وان سايد تو ذا اوبوزيت، يعني الكوميشورال فايبر موجوده قبل اتحاد البودي، فايبر تطلع كده وتمشي ان بتوين ذا رايت اند ليفت، وهي دي اللي بنسميها هيبوكامبال كوميشر أو كوميشر of the fornix، طالع من الهيبوكامبس ده وعدى خلال الكوميشرال فورنكس وراع الهيبوكامبس of the opposite side عشان الاثنين يبقوا مرتبطين مع بعض، يبقى ده الكوميشر بتحصل قبل الفيوجن of the bodies with each other. أظن الرسمة دي واضحة، this is the hippocampus of one side، this is the cross أو posterior column، this is the body، this is the anterior column. على الناحية الثانية this is the hippocampus of the opposite side، this is the posterior column، this is the body، والبوديز هنا الاثنين محاوبلاحموا مع بعض، وبعدين جاي لك كده this is the anterior column of that side، يبقى ده كده regarding، واللي اللي بين الاثنين اللي بتربط بينهم this is the commissure of the fornix أو hippocampal commissure. ركز لي على اللون الأخضر ده كده، this is the fornix
هلاقي الفورنكس واضح هنا جه عند الليفل اوف ذا انتر فينتريكولار فورامين واتقسم جزئين، جزء طالع لقدام على السيبتال ريجون وجزء راجع ورا. اللي طلع قدام الانتيرو كوميشر ديس ذا بري كوميشورال كومبوننت اوف ذا فورنكس، اللي راجع ورا ديس ذا بوست كوميشورال كومبوننت اوف ذا فورنكس. ده اللي ازيد من كده بقى، في جزء من الفورنكس يطلع يمشي اباف ذا كوربس كالوزم، وده جديده دي بقى، ذس از كولد دورسال فورنكس. بقى عندي بري كوميشورال كومبوننت وبوست كوميشورال كومبوننت، ودورسال فورنكس ده موجود اباف ذا كوربس كالوزم، يبقى كل دي اجزاء الفورنكس. هو الفورنكس بيدي الفايبر تروح فين؟ اول حاجه نعرفها ان الفورنكس في بينه وبين الفورنكس اوف ذا اوبوزيت سايد، يعني عشان يربط بين ذا هيب وكامباي اوف بوث سايدز، يبقى فايبرز كونكتنج بين بوث هيب وكامباي. تاني فايبرز ماشيه انسايد ذا فورنكس عباره عن فايبر فروم ذا هيب وكامبس، من الهيب وكامبس ثرو ذا بوست كوميشورال فورنكس. نركز كده ونرجع هنا ونيجي هنا، هلاقي في خط ماشي الجزء ده عنده تقسم وفايبرز راجعه ورا هيت، ورايحه على مين؟ رايحه على الماميلاري بودي، واللي رايحه على الماميلاري بودي مكانها بيهايند اللون الاسود ده اللي هو انتيرو كوميشر، يبقى دي كده اسمها بوست كوميشورال كومبوننت بتروح على الماميلاري بودي. هي البوست كوميشورال كومبوننت ديت اللي رايحه على الماميلاري بودي هي دي اللي طالعه رايحه بعد كده على الانتيرو نيوكلياي اوف ذا ثالاموس، ورايحة على السنجوليت وترجع تاني تكمل لي بابي السيركت. فعرفت كده البوست كوميشورال كومبوننت بتروح فين، ويعني ايه كلمة بوست كوميشورال على الرسم. طيب فايبرز فروم ذا هيبو كامبس، ما زال معايا برضو اللون الاحمر اللي طالع هوت، والفايبر جاية هنا ومقسومة اتنين، ادي جزء طالع قدام اللون الابيض ده، الابيض اللي انا بشاور عليه ده هو ده اللي بنسميه انتيرو كوميشر، الفايبر دي طلع قدامه، يبقى دي كده عباره عن بري كوميشورال كومبوننت اوف ذا فورنكس، ودي رايحه على السيبتال ريجون. يبقى عرفنا الفايبر بتاعه الهيبوكامبس يا اما بوست كوميشورال راح للماميلاري بودي، يا اما بري كوميشورال راح على السيبتال ريجون، ده اللي راح كمان على الاريا ديت اللي هي بتمشي في بعد كده، ممكن جزء منها يطلع يمشي خلال الاسترامدلار السلامية يروح على الهابينولار، يعني يروح على الهابينولار من الفورنكس، ويروح على الاسترامدلارس من الفورنكس، ويروح مباشرة من السيبتال اريا على الفورنكس. شو بقى الهابينولار النيوكلياي جاي لهم منين؟ جاي لهم فروم ذا هيبوكامبس ثرو ذا فورنكس، وجاي لهم من استراي ترمينالس ثرو من الاميجدالويد ثرو ذا استراي، وجاي لهم من السيبتال نيوكلياي برضه رايحين على الهابينولار نيوكلياي. يبقى عرفنا البري كوميشورال والبوست كوميشورال بتوع الفورنكس رايحين فين. رابع تايب اوف فايبر، فايبرز انترنج ذا دورسال فورنكس، بيروحوا مباشره على السنجوليت، يعني مش محتاجين بقى ان هم يلفهم يعملوا لي بابيز ويروحوا على الهايبوثالاموس ويروحوا على الثالاموس، لا ده طالعين مباشره من الهيبوكامبس رايحين على السنجوليت. يبقى كده قلنا اربعه تايبس اوف فايبر ماشيين خلال الفورنكس. طبعا ده فورنكس الاهميته جاي له بقى من ريفرنس تاني، ونرجع هنسيب الجزء اللي هو قلناه ونخش على الجزء ده. نرجع تاني، ادي ذيس ذا هيبوكامبس واجزاء كورني امونيس 1 و 3 و 4، ذيس ذا دنتيت جايروس، وبعدين فيمبريا اللي عملت لي الهيبوكامبس، وطبعا شفنا بقى الكروره والانتيرو كوميشر وبري كوميشورال كومبوننت وبوست كوميشورال كومبوننت، الكلام ده انا قلته كله. نركز بس كده على ان البوست كوميشورال كومبوننت، بص كده اللي انا هزوده زياده فروم ذا سب ايكولام، البوست كوميشورال كومبوننت ادي السبب ان انا قلت لك في سب ايكولام وفي هيبوكامبس بروبر. البوست كوميشورال كومبوننت اللي طالعه من السب ايكولام هي دي اللي راحت على على الماميلاري بودي. اوكي، الجزء البيري كوميشورال هو اللي طالع من الهيبوكامبس بروبر وبينتهي على السبتا نيوكليا، فهي فانكشنال اند وهيستولوجيكال واناتوميكال كلاسيفيكيشن اند سو. ناخد بالنا ان البوست كوميشورال كومبوننت اللي راح على الماميلاري بودي ديت فيها جزء بيروح مباشره على الثالاموس، يعني مش شرط اللي يلف على الهايبوثالاموس ويرجع للثالاموس،
لا ده ممكن يدخل على الثلمس على طول ويكمل لي برضو بابي سيركت اند سو اون. كده بقى بيوريني كده الاصفر عباره عن هيبوكامبس بروبر وده اللاك دنتيت والجزء ساب ايكولم وده جزء بارا هيبوكامبال جايروس. هنا بيوريني ديورنج ديفلوبمنت ازاي بيحصل الحته بتاعت الجزء البداية اللي في الاول دي اللي هتديني دنتيت واللي بعديها الاصفر اللي هو هيبوكامبس بروبر والاخضر ساب ايكولم وده دنتيت ديورنج ديفلوبمنت وازاي بتلف هي تشوف لفت كده شويه وهنا لفت وجات اللفه دي كل ده بيحصل ديورنج ديفلوبمنت عشان الحته دي تندفن كده وتبان تحت وده ساب ايكولم الهيبوكامبس بروبر باجزائه وده ساب ايكولم وده بارا هيبوكامبال جايروس. هو ازاي الليمبك سيستم بيشتغل يعني بعد اللفه الطويله دي كلها؟ هنختصر الكلام. كل ما هو داخل الليمبك سيستم جاي له من كل الاسوسيشن ارياز اوف ذا برين. واتفقنا على ان بري فرونتال اسوسيشن اريا وبارايتو اوكسيبيتو تمبورال اسوسيشن اريا وعلى الليمبك اسوسيشن اريا كلها. في النهايه انا عاوز ايموشن، عاوز اوتونوميك كنترول، عاوز بيهيفير. وبالتالي الليمبك سيستم بيأثر على النيورو اندوكراين، يبقى ده كده نيورو اندوكراين كنترول وده اوتونوميك كنترول وده البيهيفير بتاعنا او سوماتيك موتور كنترول. يعني الليمبك سيستم في النهايه بيشتغل على ثلاثه سيستمز، وفي النهايه قلنا هيأثر على الاندوكراين والاوتونوميك والسوماتيك موتور. الكلام ده انا تقريبا قلته كله. ازاي بيأثر على الاندوكراين؟ وعشان يأثر عند الاندوكراين لازم يوصل للانتيرو بيتويتري، والانتيرو بيتويتري احنا شفنا الاسوسيشن كورتكس كان بيودي على الاميجدالويد، والاميجدالويد نيوكليس شفنا الكونكشنز بتاعتها مع الاستراي تيرميناليس بقى ومع الفنترال اميجدالو فيوجال باس واي، وازاي ان الاستراي تيرميناليس ديت والاميجدالويد كانت بتوصل الى الاوتونوميك سنترز في البرين ستيم، وازاي كانت بتوصل للهايبوثالاموس ريسبونسبل فور ده اوتونوميك نيرفس سيستم برضو. وبالتالي هم عن طريق مين؟ عن طريق الهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس سيرت النيوكلياي موجوده ويزن ذا هايبوثالاموس اهمهم البريفنتريكولار والبارافنتريكولار نيوكليس. عشان في الاخر احنا اتفقنا على ان الميديال زون بتاعت الهايبوثالاموس هي اللي ريسبونسبل فور anterior pituitary hormone control. يبقى ده كده ازاي الليمبك في الاخر اصل لي على النيورو اندوكراين سيكريشن. طيب ازاي بيأثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ قلتها برضو من شوية ان الليمبك ده عن طريق الاميجدالة هيأثر لنا على الهايبوثالاموس، هيأثر لنا على البرين ستيم نيوكلياي، وفي النهاية هيعمل لنا أثر على الأوتونوميك، والأوتونوميك طبعاً بريفرال تارجت الريسبونس بتاعك هيبقى شكله إيه وهيبان عليك وعلى تصرفاتك وعلى وشك أنت صوبة، عن طريق برضو البارا فينتريكولا نيوكليس أوف ذا ثالاموس ولاترال هايبو ثالاميك إيريا اللي قلنا بتعمل كنترول فور ذا سيمباثاتيك نيرفس سيستم. طبعاً الموتور كنترول بقى قلناه برضو من شوية، الموتور كنترول إزاي إن عندنا الليمبك سيستم بيأثر لنا على الهيبوكامبس ورايح على اللاترال هايبو ثالاموس، واللاترال هايبوثالاموس بص في الاخر في عندنا ريتيكولار فورميشن، وهينزل من ريتيكولار فورميشن دي ريتيكولو سباينال تراكت تعمل فاسيليتيشن لسيرتن ماسلز تو كونتراكت. اللي الجون دخل ده ورفع ايده وقال هي، كل ده عباره عن موتور ريسبونس، وده قلناه الموتور ريسبونس ده عن طريق اميجدالو سترايت باثوي من الأميجدالة تو ذا كوربس ترايتا. يبقى كده الأميجدالويد والليمبك سيستم ان جنرال بيأثر لنا على ثلاثة سيستم: نيورو اندوكراين، اوتونوميك اند موتور سيستم. ده الليمبك سيستم كمان بيأثر على الموتور عن طريق حاجة بنسميها ليمبك لوب اوف ذا بيزال جانجليا، ودي ان شاء الله المحاضرة الجاية. البيزال جانجليا دي فيها أربعة لوبس. بيبدأ الاستيمولس أولا من different sensory areas of the brain يدخل على الفنترال استرييتم وعلى الجلوبس باليدس وسبستانشيا نيجرا بارس ريتيكولاتا،
وبعدين يوصل على الثلمس، ومن الثلمس بيروح داخل على الانتيرو سينجوليت والاوربيتو فرونتال جايراي. يبقى هي بتاثر على الموتور سيستم عن طريق الاوتونوميك وعن طريق الريتيكولو سباينال تراكت وعن طريق الكونكشن مع البيزال جانجليا، والكونكشن دي بنسميها ليمبيك لوب بيزال جانجليا باثوي، وده هنقوله بالتفصيل ان شاء الله مع الليمبيك سيستم. لان الجزء ده بتاع الليمبيك بص راح لاني اريا، اما نبص كده اما راح الفرنتال لوب اوف ذا برين وانتيرو سينجوليت ده راح للبري موتور اريا. اما راح للبري موتور اريا يبقى عندنا بقى الموتور والبري موتور اللي هو ريسبونسبل فور الموتور فانكشن. واضح كده ان يعني بدأنا قربنا نخلص ان شاء الله عشان الناس ما تزهقش، يعني ان الليمبيك سيستم انفلونس ذا اسبيكتس اوف ايموشنال بيهيفير. بس مش بس البيهيفير، بص كونفيرت ريسنت ميموري انتو لونج تيرم ميموري. كل اللي داخل دماغك ده لازم يدخل في الاخر في النهايه يتدفن جوه عند منطقه السي اي 1 وسي اي 2 وسي اي 3 عشان يتحول الى اللونج تيرم ميموري. وبالتالي لو الواحد بقى حصل له انجري كده للهيبوكامبس ولا حاجه يقف مستوى التعليم عند هذا الوقت. يعني مثلا واحد نجار وتعلم يعمل كرسي وتعلم مش عارف ايه وبعدين حصل له انجري في الهيبوكامبس، ما يتعلمش حاجه زياده. الحاجه اللي اتعلمها ممكن يبرفورم ايه، يعملها مره واثنين وثلاثه وعشره ويبقى ضليع فيها، بس ما يتعلمش حاجه جديده. فدي اللي بنسميها انتجريت امنيزيا، يعني الحاجات اللي ايه القديمه تستنى عندك وبس الايه الهيبوكامبس مش هياخد حاجه جديده يتعلمها، وبالتالي التعليم بيقف عند هذا الحد. الهيبوكامبال فورميشن قلنا ايموشن ولها نو سيجنيفيكانت اولفاكتوري فانكشن، لان قلنا الاولفاكتوري بارت بتاعها ريليتد تو بيهافير وريليتد تو سيكشوال ريسبونس راذر ذان اودر بيرسبشن and discrimination زي ما قلنا في اول المحاضره. الحته دي بقى بتاعه اللونج تيرم ميموري، شوف انا بسمع الكلام وذاكر مش عاوزين نحفظها، بس النهايه رحنا على مين؟ This is the hippocampus proper corny amones 3 و A1 CA1 و CA2 3. وما اجي استرجع المعلومات لازم ترجع من هنا، والكريتيكال ثينكينج بيلف حوالين سي اس 3 دي كورني امونيز 3 اللي هي جزء من الهيبوكامبس بروبر وفي الاخر يطلع هنا. فده كده الازرق يوريك المعلومات داخله ازاي لحد ما نوصل فين سي 1 واي سي 3، والاحمر يوديك المعلومات راجعه ازاي. الفانكشن دي بقى مش هنقولها تاني، الابيتايت والبيهافير والايتينج والسليب والفير والراج والسيكشوال بيهافير، وده ما ننساش الادكشن والميموري والسوشيال كوجنيشن، تعرف على الدنيا حواليك وازاي تتصرف. ليمبيك لوب سندروم مهمه في الدبريشن والاباثي والامنيزيا والانكزايتي والسايكوزيس، مهمه جدا. في حاجه بقى سندروم مهم جدا بنسميه كلوفر بوسي سندروم. كلوفر بوسي سندروم ده فيشيال بلانتنج ماي نوت ريسبوند تو ابروبريت ستيمولاي. واحد انا عمال ازعق له وعلي صوتي فيه وهو ولا هو هنا. فيشيال بلانتنج، مش عايزين بقى نخش في الفيشيال بلانتنج ان ديتيل. يا اما العين يكون عنده هايبرفيجيا بياكل كتير عن طريق الهايبوثالامس، هايبر اوراليتي ماركت تندنسي تو اكزامين الاشياء اورالي، ان ابروبريت سيكشوال بيهافير، الريسبونس بتاعه تو فيجوال ستيمولاي يبقى مش طبيعي، فيجوال اجنوزيا ينسى الحاجات حتى اللي هو شافها. كل ده عباره عن كلوفر بوسي سندروم افكشن اوف ذا اميجدالويد نيوكليس. بعض الحاجات بقى الريسنت بقى على الاميجدالويد، لاترال اميجدالويد وميديال اميجدالويد اللي هو بيزو لاترال وكورتيكوميديال، وان اللاترال اميجدالويد دي يوتيلايزز ذا فينترال اميجدالو فيوجال والاسترايا تيرمينالس، وده ريليتد تو ليجر سيركت، قاعد مبسوط وممتاز والدنيا حلوه معاه. لاترال اميجدالا، الميديال اميجدالا العكس عن طريق ان هي افكت الهايبوثالاموس. فناخد بالنا لاترال اميجدالا وميديال اميجدالا والاثنين الفانكشن بتاعتهم عكس بعض، زي الهايبوثالاموس ميديال زون ولاترال زون،
واحده بتاكل بيها والثانيه تشبع، واحده هانجر سنتر والثانيه ساتيتي سنتر، واحد سمباثيك كنترول انتيريور قصدي بارا سمباثيك يبقى الانتيريور ريجن اوف هايبوثالاموس، والثانيه بارا السمباثيك يبقى لاترال اند بوستيرور. فكل اريا لها فانكشن. الاميجدالا بص بقى ان هي مهمه جدا موديوليت الهايبوثالاميك اكتيفيتي. كل الهايبوثالاموس از اندر ذا كنترول اوف ذا ليمبيك سيستم، ودي اللي انا قلتها للدكتور ايمن خنفور في الترقيه، الحاجات دي بتاعت الاميجدالويد والايبيزو لاترال والكلام من ده، وازاي ان الهايبوثالاموس از اندر ذا كنترول والهايبوثالاموس افكت ايه السمباثيك اند باراسمباثيك نيرفوس سيستم. الاميجدالا اكزيرتس انهيبيتوري انفلونس او ستيمولاتوري انفلونس على الاوتونوميك نيرف على الهايبوثالاموس، ومن الهايبوثالاموس طبعا هيوصل على الاوتونوميك كنترول، واللي كلها حاجات ريسنت وصلنا لحد 2014 في الحاجات دي. نيجي بقى للاميجدالا بقى اكسيدنجلي ريسبونسيف فور ايموشنال ستيمولاي فوكالي، الكلام بس مجرد الكلام يخليك تعمل حاجات غير طبيعيه. And even touch ده في جزء في الاميجدالويد بس responsible for identification of faces، هتعرف على وشه ده وش ده ميل وفي ميل، وإذا كان في ميل وشه أخباره إيه، حتى تعبيرات الوش نفسها تعبيرات الوش بتدخل على الاميجدالويد. يبقى دخلنا على الاميجدالويد ده مش بس تعبيرات الوش، ده بص كده eye to eye contact. يعني عبد الحليم حافظ كان بيغني العيون السود، هي العيون السود دي بتاع عبد الحليم حافظ. دخلنا على الليمبك سيستم، يبقى عندنا بنأثر على ذهب تو ايدنتيفاي فيسز، هاو دو ايدنتيفاي ذا اي كونتاكت، بيوصلك بعينه كده انت عارف المغزى ايه اللي ورا النظره دي، يبقى ما وراءها كل ده على طريق الليمبك سيستم سبيشالي ده اميجدالويد. وده كده 2015. نطلع برضو اخر حاجه تقريبا كده، اما بص الواحد وزعق في وشه ان سو اون هيبان لي برضو تعبير معين على وشه، لو ما بيحسش يبقى بلانتد فيه زي ما اتفقنا، وبالتالي عندنا ايموشنال وموتيفيشنال ستيمولاي، وكل دي ار امبورتنت ان اتنشن وليرنينج وميموري. نتمنى كده يكون الكلام يعني جميل وواضح، ويعني نتمنى رضاكم بس. دكتور الله يخليك دكتور، معلومات والله كتير وجمعت لنا الدنيا.